لكل من كان يريد عدم صعود النادي الأهلي، الأهلي بيتعادل مع نادي سان داونز بهدف لكل فريق ويصعد إلى الدور قبل النهائي في البطولة الأفريقية. ألف ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي، ألف مبروك لمجلس إدارته، ألف مبروك للاعبي النادي الأهلي في هذه المباراة البطولية. الحقيقة قدم النادي الأهلي أداء دفاعي رائع، وكان من الممكن أن تنتهي هذه المباراة بفوز النادي الأهلي بعدد وافر من الأهداف، ولكن هذه هي كرة القدم، وتعادل إيجابي يصعد بالنادي الأهلي وسط تحكيم عادل جدا من بكاري جسامة، واحد من نجوم هذه المباراة. خلوني أرحب بضيوفي مرة أخرى. نجم الكبير كابتن أسامة عرابي، ألف مبروك. ألف مبروك كابتن يوسف، ألف مبروك كابتن بلال. أعتقد أداء جيد وأداء رائع للنادي الأهلي باستراتيجية دفاعية واضحة لريني فايلر. ما فيش شك في كده، مبروك للجهاز الفني واللاعبين والإدارة والجماهير النادي الأهلي. عدينا من يعني عنق زجاج، أنا بقول، لأنه فرقة سان داونز من الفرق الجيدة جدا، وأنا بقول أنه حظهم الوحش أنه الأهلي وسان داونز قابلوا بعض، لأنه ده من وجهة نظري كان ممكن جدا يبقى نهائي مبكر. يعني مباراة جيدة من النادي الأهلي في 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 مجمل اللقاء، باستثناء فترات شوية بعد الهدف اللي تعادل بيه سيرينو في الدقيقة 27. بداية قوية من سان داونز لغاية الدقيقة 13، في فرصة بعتبرها نقطة تحول كبيرة جدا في المباراة. والشناوي زي ما كل مرة بقالنا، يعني ما شاء الله، يعني ربنا يحفظه، بقالنا أكتر من سنة ونص بنقول عليه إنه دايما مؤثر في فرقة النادي الأهلي، مؤثر في منتخب مصر. كرة في الدقيقة 13 فاول اتلعبت من ظهر جيرالدو اللي ما كانش واخد باله، راحت للظهير حطها، الشناوي صدها ببراعة. كانت في الدقيقة 3 أو 4 كانت نقطة تحول مهمة. النادي الأهلي ابتدى يدخل في اللقاء، وشوفنا عرضية المعلول، شوفنا عرضية لجيرالدو لغاية الدقيقة 21 لما النادي الأهلي جاب الهدف. فبعد كده هم دخلوا تاني في اللقاء، وشفنا سيرينو متألق، وزي ما شفنا لعيبة الدفاع متألقة في النادي الأهلي. المهم انه في سيطرة وتبادل بين الفريقين في الشوط الأول، والنادي الأهلي كان بيلعب بتحفظ ثم على هجمات مرتدة. الشوط الاولاني خلص بأمان، الشوط التاني النادي الأهلي عمل برضو نفس الاستراتيجية، هم ابتدوا يتعبوا، ابتدت السيطرة واحدة واحدة تيجي للنادي الأهلي. ولما نزل حسين الشحات راحت له كور كتيرة جدا، لو موفق في التصرف كان ممكن جدا النادي الأهلي ينهي اللقاء بمكسب. لكن مجمل اللقاء أداء جيد للنادي الأهلي في الأسلوب اللي كان بيلعب بيه مستر ريني فايلر. ومبروك طبعا للنادي الأهلي، مبروك لجماهيره، وهارد لك لفرقة سان داونز، فرقة جيدة ومحترمة، وفوز عادل ومستحق للنادي الأهلي، ومبروك لينا. طيب دي تهنئة بعثة النادي الأهلي أو الجالية المصرية المتواجدة في جنوب إفريقيا، وتهنئتها لكابتن محمود الخطيب. بعد نهاية المباراة مباشرة زي ما حضراتكم شايفين الناس كلها مبسوطة، الناس كلها بتهني كابتن محمود الخطيب طبعا في واحدة، لأنها واحدة من المباريات الهامة جدا والصعبة جدا، وذكريات سيئة للنادي الأهلي في هذا الاستاد. ولكن رجال النادي الأهلي النهاردة الحقيقة استطاعوا أن هم يعملوا ملحمة جيدة جدا جدا جدا، وكادت أن تنتهي بفوز النادي الأهلي لولا يعني بعض أو إضاعة بعض الأهداف في الشوط الثاني تحديدا. كابتن يوسف، الشوط الثاني، أو خلينا نتكلم عن المباراة في مجملها، فايلر من وجهة نظرك قسم المباراة إلى شوط أول وشوط ثاني، أو تلت أول وتلت ثاني وتلت ثالث. إيه رأيك في تقسيمة فايلر في هذه المباراة؟ في الأول طبعا ببارك طبعا لعيبة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي ومجلس إدارته والجهاز الفني طبعا بالكامل. أدينا مباراة أنا شايف عالية جدا تكتيكيا، فايلر كمان بحييه جدا لأنه أرى الجيم كويس جدا، أرى فريق سان داونز بشكل كبير، وفي نفس الوقت كمان
اعتقد انه قطع شوط كبير جدا في خبراته في الافريقيه. يمكن ناس كتير جدا كانت بتتكلم ان فايلر ما عندوش خبرات افريقيه، ما اشتغلش في ماتشات افريقيا كتير، لكن النهارده المباراه اللي عملها النهارده ده دليل ان هو يعني درس كويس جدا افريقيا، درس كويس جدا الاجواء اللي خارج الملعب كمان بشكل كويس، ودي باينت جدا في عده قرارات خدها النهارده، منها طبعا حته انه بدا بالافارقه، ودي انا بحييه عليها، لانه بدا بباجي بدا بباجي وجيرالدو واليو ديانج وجونيور اجاييه، يعني بدا بالمحترفين بتوعه كلهم، واعتقد ان هو كان ليه وجهه نظر فيها انه يلعب باللي هم يقدروا يشتغلوا في الاجواء دي، واحتفظ باوراق رابحه معاه زي حسين الشحات، زي وليد سليمان، زي عناصر تقدر تأدي له التكمله. النقطه المهمه جدا النهارده اتعملت كمان ان زي ما قلت لك يا اسلام في بدايه الاستوديو، قلنا ان مهم جدا النادي الاهلي يبقى حريص انه يجيب هدف، حريص انه يسجل هدف، الهدف هيقتل المباراه بشكل كبير، وهو ده اللي حصل من الفاول. يمكن اليو باجي لحيت له فرصه كان ممكن يسجل الهدف الثاني كمان، كان الماتش فرق لكن كتير، لكن الفاول اللي عمله علي معلول وقدر ان يجي جون مبكر للنادي الاهلي ده فرق. الفرصه كمان متفق اللي انقذها الشناوي، دي كانت يعني عنق زجاجه او نقطه تحول في المباراه. انما النادي الاهلي النهارده ادى بشكل كويس جدا، ادى بشكل اقدر اقول انه كان في اوقات كتيره كمان حسين الشحات لو كان هادي شويه كان ممكن انه نطلع كسبانين 2-1 3-1 كمان، لكن انا بقول في النهايه النادي الاهلي ادى الغرض من الدور، عمل مباراه عظيمه جدا، وفي نفس الوقت كمان ادى ثقل لجمهوره، ادى ثقل للاعيبته، ادى ثقل لمجلس ادارته، لكل المنظومه، لان المباراه دي كانت بتمثل تقل كبير قوي على جمهور النادي الاهلي. طيب خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من ملعب المباراه، ومعاه السفير المصري شريف عيسى، وايضا معاه الاستاذ طارق قنديل، شوف هيقولوا لنا ايه عن هذه المباراه وصعود النادي الاهلي الى الدور قبل النهائي. اتفضل يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن اسلام ولضيوف حضرتك الكرام ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، الف مليون مبروك للنادي الاهلي، صعود النادي الاهلي للدور نصف النهائي، اعتقد الفرحه كبيره. الصوره والمشهد بيغني عن اي كلام. معي في هذه الاثناء معالي السفير شريف عيسى اللي بذل مجهود اكثر من رائع مع بعثة النادي الاهلي. معالي السفير الف مليون مبروك، فرحه كبيره، اعتقد النهارده كل مصري موجود في جنوب افريقيا في مصر فرحان بالصوره فرحان بالمشهد. حضرتك شايف المشهد عامل ازاي، الجمهور المصري عامل ازاي، السعاده اللي الناس كلها فيها. عاوز اقول لحضرتك ان انا كنت قدام الكابتن الخطيب في اخر ثواني في المباراه، الكابتن محمود الخطيب رغم الالم ورغم الوجع قام وسجد على الارض لله شكرا وحمدا، الحمد لله، كلنا بنشكر ربنا على هذا المباراه الرائعه والفوز الرائع. احنا قدرنا ان احنا نسعد الجماهير المصريه ونثبت ان الاهلي في خامس مباراة على التوالي يفوز على سان داونز، لولا يعني السنة اللي فاتت عاوزين ننساها، وده نجح ان احنا نسالنا النادي الاهلي النهارده. معالي السفير مجهود كبير يشكر حضراتكم عليه، مسؤول السفارة والخارجية المصرية بذل مع بعثة النادي الاهلي، احنا من خلال قناة النادي الاهلي بنشكركم عليه. ولا حاجة في مقابل السعادة اللي احنا اديناها لجمهور النادي الاهلي ومجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب وطارق صديقي العزيز، ربنا يسعدكم دايما. بشكر حضرتك يا معالي السفير. شكرا. طارق بيه أنديل الاهلاوي، انا عايز اكلم روح الاهلاوي، الف مبروك، خطوه في مشوار طويل ان شاء الله هيكلل بالنجاح. الحمد لله، الف مبروك لكل الاهلاويه، حاجه جميله جدا الحمد لله، وربنا يكلل مجهود البعثه والتزامها على مدار فتره طويله واحنا متواجدين هنا بقياده كابتن محمود الخطيب. ما فيش احسن حاجه نقدر نقولها غير الحمد لله، ويا رب يوفقنا في اللي جاي، وده طبيعه النادي الاهلي بتخلص مرحله بنركز في اللي جاي بقى، ربنا يوفقنا في اللي جاي ان شاء الله. طارق بيه انك تكون ضمن منظومه عمل النادي الاهلي اعتقد انه هو شرف عظيم، لكن لما تكون ضمن هذه المنظومه وانت بروح المشجع اعتقد بيبقى شرف اعظم. الحمد لله، اي منتمي للنادي الاهلي سواء عضو مجلس اداره عضو مشجع ليه كل الشرف انه ينتسب للنادي العظيم ده. الحمد لله الحمد لله، شوف الجمهور هنا عامل ازاي، شوف الكل من ينتسب، حتى يعني طاقم العمل بتاعكم الاعلاميين كلهم، يعني انا شفت من الاعلاميين منكم يعني ناس للامانه قمه الاخلاص، كله تيم واحد متواجد، والعاملين بالسفاره ومعالي السفير، حاجه جميله الحمد لله، فرحه كبيره للاهلاويه، ويا رب يكلل مجهودنا دايما بخير ويبقى ان شاء الله ابطال افريقيا السنه دي ان شاء الله يا رب. يا طارق بيه يعني اعتقد
قرار الحضور الى جنوب افريقيا من القرارات اللي تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي والمسؤولين في النادي الاهلي. شفنا التاقلم، شفنا الجو، شفنا اللعيبه، شفنا الاداء الرجولي من اللعيبه النهارده. توفيق من عند ربنا الحمد لله، وكلله بالنجاح النهارده الحمد لله. الحمد لله. بنشكر حضرتك وان شاء الله نبارك لبعض في النهايه بالفوز بالبطوله باذن الله. ان شاء الله يا رب يا رب. كابتن اسلام، ده كان لقائنا مع معالي السفير شريف عيسى سفير مصر سفير جمهوريه مصر العربيه بجنوب افريقيا، وطارق بيه قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. الفرحه مستمره، مشوار طويل، والنهارده قطعنا منه خطوه كبيره وشوط كبير، ولكن النهايه ان شاء الله هتكون برفع الكاس والبطوله بمشيئه الله. يا كابتن اسلام الف مبروك، الفرحه حلوه طبعا، خصوصا بعد صعود النادي الاهلي والى دور قبل النهائي. عايز اقول لحضراتكم ايضا ان هذه المباراه بالنسبه للعيبه النادي الاهلي وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي واحده من افضل المباريات التكتيكيه اللي لعبها، زي ما كابتن محمد يوسف قال واشار الى موضوع هام جدا، ان ريني فايلر ابتدى يكون افريقيا يا كابتن يوسف، يعني ابتدى خلاص يبقى عارف الاجواء بتمشي ازاي والامور بتمشي ازاي في البطوله الافريقيه. بلال، عايز اسالك برضو في ان هل ريني فايلر لقن موسيماني درس في التكتيك النهارده؟ بمعنى ان هو مش النهارده بس، الحقيقه خلال الاسبوع بالكامل، لان انت شفت التصريحات بتاعت موسيماني في مصر هنا، خلى دايما كان تنويم مغناطيسي، بعد التنويم المغناطيسي اصبحت اثاره اللاعبين لاعبي النادي الاهلي، وان الاهلي هيتغلب مش عارف 11 و5 والكلام اللي انت عارفه ده، ولكن النهارده اعتقد جوه الملعب فايلر تفوق على موسيماني. عايز اقول لك فايلر تفوق على نفسه وعلى موسيماني الاثنين. فايلر النهارده لاول مره النهارده بيغير من طريقته، بيغير من فكره. تعودنا من فايلر في كل المباريات الافريقيه او حتى المباريات المحليه انه بيلعب بره زي ما بيلعب جوه، نفس طريقه اللعب، نفس التشكيل، نفس المهام اللي بيديها الوظيفيه اللي بيديها للعيبه. النهارده لاول مره بشوف ان هو بيغير، يعني بيبقى واقعي شويه في المباراه. النهارده واقعيته هي اللي خلت الاهلي بالشكل ده، واقعيته هي اللي ادت النادي الاهلي النهارده الادفانتج ان هو يكسب. النهارده تعامل مع المباراه على 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 قسمين، القسم الاول او المره الاولى قدر ان هو ينهي المباراه في القاهره، ودي كانت النقطه الاهم بالنسبه للنادي الاهلي، انك تتعلم من الدرس ده مهم جدا جدا. السنه اللي فاتت احنا خرجنا عشان بره ملعبنا، عشان بلال دي فرحه اللاعبين والجهاز الفني داخل غرفة خلع الملابس، وفرحة كبيرة الحقيقة بصعود النادي الأهلي إلى الدور قبل النهائي في هذه البطولة. تفضل يا بلال. تعلمنا من الدرس، مهم جدا أنك تتعلم الدرس بتاعك. النهاردة كل الفرق إلى الآن اللي كسبت على ملعبها بنتيجة مطمئنة كلها صعدت للدور نصف النهائي. الرجاء بيصعد النهاردة، النادي الأهلي بيصعد، امبارح الزمالك بيصعد، كل الفرق اللي أدت بشكل كويس وخدت الشوط الأول بجدية وبواقعية قدرت النهاردة أن هي تتخطى دور الثمانية وتصل للدور نصف النهائي. السنة اللي فاتت احنا خرجنا من بره ملعبنا مش من جوه ملعبنا. مظبوط. السنة اللي فاتت النادي الأهلي لما خسر 5 من المباراة الأولى صح خرج، فبالتالي أنت النهاردة اتعلمت من الدرس، لعيبة ومدير فني وكل حاجة، النهاردة بتكسب جوه ملعبك بنتيجة مطمئنة بالنسبة لك، واحنا قلنا أن نتيجة 2-0 يمكن قبل يعني في بداية الأسبوع التحليلي قلنا أن 2-0 تقيلة. 2-0 برضه نتيجة كبيرة جدا، كنادي الأهلي لما يكسب 2-0 داخل ملعبه من الصعب جدا إنك تخسر بره ملعبك 3-0، صعب جدا جدا، وهو النهاردة اشتغل عليها بشكل كويس جدا فايلر، النهاردة قدر النهاردة يقسم المباراة بشكل رائع جدا. ضغط في بدايه المباراه، بتضغط في نص ملعب، ما بتديهمش فرصه ان هم يستحوذوا ويلعبوا الا باستثناء يعني طبعا الكره الطويله اللي اتلعبت من ورا علي معلول، ودي كانت خطا فردي من لعيب او تغطيه، خطا في التغطيه قدر ان هم يسجلوا فيها هدف. ولكن كون النهارده فايلر يلعب بالشكل ده وبالتقسيمه دي وبالطريقه دي ان هو يضغط على فرقه صن داونز في نص ملعب، يعني ياخد منهم اهم نقطه بالنسبه له ان هم ازاي ان هم يحضروا في نص ملعب بشكل كويس قوي، وانك بتضغط بكل اللعيبه وانك بتلعب بثلاثه فلات عشان ما تديش فرصه للعيبه المهاريه بتاعتهم ان تنطلق ويلعبوا ويشتغلوا من قلب الملعب زي ما هم كانوا بيشتغلوا في المباراه بتاعت الموسم الماضي، ده نجاح لفايلر. النهارده كون النهارده يعمل التغييرات المنطقيه اللي عملها دي نجاح لفايلر. النهارده داخل الملعب بيلعب ببادج، النهارده لعيب عنده سرعه وعنده قوه، شفنا امكانياته وقدراته البدنيه، المباراه النهارده كانت محتاجه قدرات بدنيه، محتاجه تفوق بدني. النهارده بادجي جات له فرصه سهله واضاعها، ولكن الضغط اللي كان بيعمله على لعيبه صن داونز عشان ما يخرجوش الكره بسهوله جدا ويبتدوا الهجمه، ده نجاح لفايلر النهارده في التشكيل بتاعه اللي ابتدى بيه اللقاء. هنكمل مع حضراتكم، ولكن خلينا نروح نشوف رامي ربيعه وياسر ابراهيم وفرحتهم بعد نهايه هذا اللقاء. اتفضل يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن اسلام من هنا من داخل غرفه خلع الملابس بلاعبي النادي الاهلي. كابتن رامي ربيعه، مباراه كبيره اثبتت معدن لعيبه النادي الاهلي، مباراه بتحسم على تفاصيل صغيره ولكن لعيبه النادي الاهلي دايما عند الميعاد. الحمد لله والله اللي احنا وعدنا الجمهور بيه،
وفيناه، لان انت كنت محطوط تحت ضغط جمهوري، وده طبيعي على النادي الاهلي ان هو الجمهور ليه حق عليك، ليه حق على اللعيبه. احنا الحمد لله قدرنا نوفي بعهدنا السنه اللي فاتت، وقدرنا نحقق المكسب في مصر، وعملنا جيم كويس قوي، قدرنا نقفل كويس، وقدرنا نقفل على مفاتيح لعبهم، لان هم فرقه كويسه جدا، فرقه قويه بتعرف تلعب على الارض. وانت كمان لعبت كوره على الارض النهارده، يعني ما كنتش خايف في الماتش، بالعكس انت كنت واقف على رجلك. مبروك لجمهور النادي الاهلي، ونوعدكم بالمزيد ان شاء الله، ولو في حد مقصر بحاجه ان شاء الله يحاول يدوس على نفسه ويغيرها ان شاء الله. في المؤتمر الصحفي قلت كلمه كبيره قوي، دور الكباتن اللعيبه الكبار الشناوي وليد سليمان احمد فتحي، مش ده دورهم بس، لا ده ايضا حسام عاشور وشريف اكرامي الموجودين، وهو ده اللي متعودين عليه دايما ولاد النادي الاهلي. لان انت متعود دايما الكتيم النادي الاهلي مفيش كابتن فرقه واحد، بالعكس كلنا واحد. انت عشان تاخد البطوله لازم كله يبقى على قلب رجل واحد، دي مش كلمه، فعلا النادي الاهلي عودنا على كده. يعني كابتن حسام عاشور وكابتن شريف اكرامي في مصر كلموا اللعيبه كلهم وبلغوا السلام ليهم وبلغوا اللعيبه الكبيره اللي هنا، يعني بقول مبروك ليهم ومبروك لينا ومبروك للنادي الاهلي ان شاء الله. القادم افضل ان شاء الله. كابتن اسلام مستمرين معاك. كابتن محمود متولي. كابتن ياسر ابراهيم بواحد من اللاعبين اللي بيضرب المثل، بيضرب المثل للاداء والرجوله اللي بتشوفها دايما من لاعبي النادي الاهلي. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله على المكسب، على التعادل النهارده والصعود. طبعا فريق صن داونز فريق محترم، فريق قوي، قدرنا ان احنا الحمد لله نبقى متكتفين مع بعض كلنا، نعمل ماتش جامد زي ده، والجون اللي احنا جبناه في اول الماتش ده ريحنا كتير قوي، وربنا يكرمنا. خلاص احنا هنفرح يوم وخلاص هنقفل الصفحه ديت ونركز في اللي جاي ان شاء الله. كابتن ياسر، اي لعيب بيبعد عن المشاركه اتقال له دلوقتي وبيتضرب بالمثل، اتعلم من ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم وهو بعيد عن المشاركه ضرب المثل لكتير جدا من اللعيبه بالتزامه باصراره ان هو يرجع لارض الملعب، ودلوقتي الناس كلها بتشيب ياسر ابراهيم. لا متولي كان من نجوم الماتش طبعا. طبعا دي حاجه طبعا انا بقولها للناس كلها، مش بقولها عشان نفسي والله. انا مهما يعني لعبت ما لعبتش، انا بتمرن كويس في الملعب، بروح اشتغل على نفسي، بشوف المدير الفني بيتكلم معايا بيقول لي ناقصك ايه، بشتغل عليه. ده مش عيب خالص، مش عيب لما الواحد يطور من نفسه خالص، ده لا بالعكس خالص، ده حاجه كويسه في صالحه هو. طبعا الحمد لله بحمد ربنا على المشاركه، وربنا ده توفيق من ربنا طبعا اللي هو في ظهري كده، وان انا بتمرن كويس، ربنا ما بيضيعش مجهودي في الملعب. حبيبي ربنا يخليك. زي ما حضراتكم شايفين في فرحه في غرفه خلع ملابس النادي الاهلي، وزي ما بتسمعوا دائما من لاعبي النادي الاهلي وحتى جمهور النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين وكل شيء، الحقيقه يقول لك ايه، هنفرح وهنتبسط، ومن بكره الموضوع هيتقفل وهنبص لما هو قادم ان شاء الله. مباريات الدوري بقى خلال الاسابيع القادمه، لحين ان شاء الله بدء بقى المباريات. كابتن يوسف قلت لي يوم 1/5 1/8 ذهاب وعوده، 1/8 ذهاب وعوده، وبعدين النهائي يوم 29/5 29/5، وبالتالي لسه امامنا تقريبا وقت ان شاء الله ان احنا نشوف النادي الاهلي في الدوري العام. والجميل وفي الجميل يا اسلام بقى من غير قطع كلامك، اتفضل. نلعب يعني تقريبا الفرق النهارده كلها هتتحسم، الاربع فرق اللي هيلعبوا قبل النهائي طبعا، ولسه مش عارفين المباراه النهائيه هتلعب في انهي دوله لسه. لا اليومين اللي جايين دول خلاص، بس هي يعني الاقرب الكاميرون الحقيقه، يعني مثلا تشامبيونز ليج في اوروبا عارفين من سنه. لا ده انت ممكن تخش على موقع ده تعرف النهائي بتاع البطوله اللي جايه اللي هي 21 و22 هتلعبوا فين، هتلعب فين. معلش دي اول سنه يتم تطبيق فيها ان تلعب مباراه واحده، اصل خلي بالك برضو نعم الاتحاد الافريقي شكله كده بيقعد يحسب قلقانين دوله مثلا من مصر تبقى يعملها في مصر من بدري، او في تونس او المغرب، هو لازم يبعد، لازم من بدري. النهارده هياخد قرار ان لازم يبعد عن الاربع فرق. خلاص النهارده خلاص كده مش هتبقى في المغرب ولا مصر. بتتكلم على اخر مباراه خلاص كده، الرجاء صعد، الاهلي صعد، الزمالك صعد، فاضل الوداد والنجم النهارده بالليل، والوداد اقرب فهيبعد عنه. انا اتوقع هياخدوا قرار في تونس، يعني اتوقع ممكن تونس. طيب عموما هنكمل كلامنا في هذا الموضوع لانه موضوع هام جدا، ولكن خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح وفرحه اللاعبين والجهاز الفني والجهاز الاداري من غرف خلع الملابس. اتفضل يا فاروق.
كل التحيه ليك مجددا يا كابتن اسلام. معي في هذه الاثناء كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد، مباراه كبيره اثبتت معدى لعيبه النادي الاهلي ودايما رهانك على خبرات لعيبه النادي الاهلي. لا الحمد لله طبعا، يعني مباراه صعبه جدا وفرقه كويسه جدا الحقيقه، فريق صن داونز فرقه محترمه الى حد كبير قوي، لكن شخصيه الاهلي النهارده برده موجوده. الجو صعب جدا، يمكن ده بيخلينا برده نسال يعني فرقه او بالامكانيات ديت وبلد زي الامكانيات اللي احنا فيها دي نظمت كاس عالم، يعني جنوب افريقيا نظمت كاس عالم 2010 وكاس القارات 2009 ونظمت امم افريقيا وبتنظم ماتشات كتير جدا. ليه نلعب الساعه 3؟ يعني ازاي تلعب الساعه 3 ليه؟ انهي عائد فني ممكن يرجع؟ عشان المولدات الكهربائيه، يعني فرقه او نادي او بلد عملت كل ده، يعني غلبانه انها تعمل مباراه بالليل الساعه 6 على الاطار الفني او للشكل الفني. اعتقد ان الاتحاد الافريقي محتاج ان هو يعيد النظر في ده. يعني لو قلنا الناس اللي بتروح في ادوار تانية زي مازيمبي زي سان داونز، لازم الناس تلعب بالليل، لازم الناس يبقى في اجواء كويسه او مناخ كويس. ما اعتقدش ان في اسيا ابدا ولا في اوروبا فرقه بتلعب الساعه 3 في درجه حراره عامله زي ديت. لكن الماتش احنا يعني طبعا ماتش صعب وماتش كبير جدا جدا جدا، واحنا جايين بدري، قلنا هنرجع هنيجي بدري عشان نخش في الاجواء بدري. الحمد لله كنا موافقين في كده. لعيبه من اولهم لاخرهم، من اول الشناوي لحد بادجي، ما بخلوش بنقطه عرق واحده في ظل الاجواء الصعبه وفي ظل الجو ده. لكن كان مهم جدا، السنه اللي فاتت كنا هنا في الميعاد ده وكنا مروحين زعلانين جدا. النهارده بترجع وانت فرحان كويس قوي، كنت ممكن تكسب وتحقق نتيجه كويسه، لكن الفرحه كبيره والصعود حلو، لكن عندنا كمان يعني مشوار عايزين نكمله. البطوله دي غاليه علينا وان شاء الله رحمنا نحققها باذن الله. كابتن سيد، ايهما تفضل، مواجهه النجم او الوداد؟ اعتقد بالنسبه لك او بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، انا عايز البطوله، مش هيفرق معايا العب مين. مش هقول لك الشعارات، لكن اقول لك الواقع والحقيقه. النهارده في 3 من اصل 8 تاهلوا، الاهلي تاهل والزمالك مبروك امبارح تاهل والرجاء كمان تاهل، اللي كانوا تواني في مجموعاتهم كلهم تاهلوا. ده يديلك مدى صعوبه البطوله ومدى قوة البطولة. احنا هناخد ريست وهناخد نفسنا وهنروح نتعشى ونتفرج على مباراة النجم والهلال، واحنا والخير اللي فيه الخير هيكتبه لنا ربنا سبحانه وتعالى. كابتن سيد، البطولة دي بالتحديد المواقف كتير اتعرض لها لعيبة النادي الاهلي وخبرات كتير، سواء مباراة النجم او مباراة الهلال السوداني او المباراة واللعب في التوقيت ده. يعني انا قلت ان ده هي النجم والهلال بالتاكيد، النجم والوداد، النجم والهلال كانوا معانا في المجموعه فعلى لساني على طول. النجم والوداد زي ما قلت يعني هنتفرج عليهم النهارده واللي في الخير يقدمه لنا ربنا ويكتبه لنا ربنا سبحانه وتعالى. خلينا بس زي ما قلت، البطوله صعبه، بطوله افريقيا صعبه والسنه دي تحديدا صعبه جدا. يمكن شفنا مازيمبي، شفنا الترجي، شفنا سان داونز، كمان محتاجين نبص بص على الرجاء. الرجاء فرقه هايله جدا، تبص بص على النجم او الوداد فرقه كويسه جدا جدا جدا. خلينا في انفسنا يعني بنتابع من بعيد، عندنا لسه شهر، لكن في نفس الوقت مهم جدا 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 ان احنا فرحتنا بمجرد وصولنا مصر تنتهي. هنخش في اجواء محليه وهنخش لتحضير سواء كان للنجم التونسي او للوداد المغربي. سيد بكاري جسامه النهارده اعتقد كان كويس جدا في المباراه. يعني انا عايز اشوف الباسبور ده. يعني الى حد كبير كان موفق جدا، الى حد كبير كان موفق بشكل كبير قوي. اتمنى العداله التحكيميه، ده شيء مهم قوي. العداله التحكيميه في العالم كله ما بتديش افضليه لفرقه على فرقه ابدا ابدا، لا بالارض ولا بالجمهور. الحمد لله، مش عايز اتكلم في او اخوض في ده. انا قلت كده في الاجتماع الفني، قلت الاجواء مهمه جدا في عالم الكوره وفي افريقيا. دلوقتي وصلنا لمرحله كانديه واسماء كبرت قوي حتى على المستوى العالمي. ما ينفعش، انا بدات كلامي ما ينفعش تلعب الساعه 3. الساعه 3 ليه؟ يعني هات لي مباراه مهمه كبيره قوي 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 ممكن تتلعب الساعه 3. ليه تلعب الساعه 3 في ظل الاجواء اللي انا بقول لك عليها والمناخ اللي موجود في البلد دي؟ يعني سعيد وبالتوفيق ونبارك لبعض ان شاء الله في النهايه، ولعبت الاهلي بترفع كاس البطوله يا رب باذن الله. عندنا تصميم، عندنا اراده، عندنا قوه، لكن دايما دايما الحسابات بتتاخد بالعقل والقلب. في حماس شديد قوي، في حماس شديد قوي، ده قلبك لكن عقلك كمان. يعني خلينا نفرح النهارده زي ما قلت لك ونتعشى ونتفرج على مباراه النجم والوداد، وبعد كده ان شاء الله الرحمن هننزل مصر لنا حساباتنا المحليه. بنقطة مهمة جدا اتقال في بداية المعسكر ان قناة الاهلي بتنقل الاخبار لصن داونز، وده كلام يعني حضرتك اخطر واحد تجاوب عليه. عايز اتكلم على التزام قناة الاهلي او التزام البعثة الاعلامية المرافقة لفريق النادي الاهلي. احنا عندنا رولز واسس ماشيين بيها، كل واحد بيبقى عارف دوره من خلالنا، والتعليمات اللي بنقولها الناس بتلتزم بيها بشكل كبير قوي. هي تصريحات طبعا، يعني الراجل كان هو راجل مدرب كويس الحقيقة وعامل فرقة كويسة جدا. ماشي يا كابتن وليد اللي انت عايزه. ماشي يا قفشه، ماشي يا رامي. No.
وتورتايه ليك عيد ميلاد قفشه النهارده، عيد ميلاد قفشه وعيد ميلاد سامي قمصان. مبروك يا كابتن، مبروك يا قفشه. كابتن محمد مجدي قفشه مبروك عيد ميلاد، الف مبروك. كابتن سامي قمصان بنحتفل بنعيد الميلاد، الف مبروك يا كابتن سامي. اللعيبه النهارده حبت تحتفل بعيد ميلادك وعيد ميلاد قفشه بطريقه خاصه. الحمد لله مبروك الاول، اهم حاجه طبعا المكسب، الحمد لله ربنا كرمنا. قفشه نفس سنك يا فنان؟ نفس السن. طبعا جمهور النادي الاهلي اهم حاجه، مبروك جمهور النادي الاهلي، مكسب مهم جدا، والحمد لله ان احنا قدرنا نحقق الهدف. ان شاء الله اتمنى ان شاء الله الاستمراريه في المباريات اللي جايه ان شاء الله، ونحقق لسه لنا خطوه ان شاء الله اللي جايه احسن ان شاء الله. دي من المباريات اللي لازم تحسم على تفاصيل بسيطه، شفنا جيم كبير قوي اتلعب من لاعب النادي الاهلي النهارده، يشكروا عليه كل افراد ال 11 لاعب اللي كانوا في ارض الملعب والثلاثه اللي نزلوا بدلاء. طبعا انت عارف انت بتلعب فرقه مميزه جدا على ارضها، بتلعب باسلوب، يمكن احنا اتكلمنا معاك قبل كده ان الفرقه دي بتلعب باسلوب مختلف عن الماتش الاولاني، بيلعبوا كور سريعه، بيتحركوا من غير كوره كويس، عندهم لعيبه مهاريه كويس، الحمد لله قدرنا نتعامل معاهم، ساعدنا طبعا الجول اللي احنا حرزناه في الهدف في الاول، وانت عارف ان الماتشات اللي بتبقى بره ارضك مهمه جدا اللي انت تسجل فيها، الحمد لله لعيبه رجاله وادوا اللي عليهم واكتر، ان شاء الله اتمنى ان شاء الله التوفيق الماتش الجاي باذن الله. كابتن سامي وبالتوفيق باذن الله. قفشه مبروك. مش عايز اقول اي حاجه، مبروك للنادي الاهلي وان شاء الله البطوله في الجزيره ان شاء الله. عايز تقول ايه يانج؟ يانج عايز تقول ايه؟ عايز تقول ايه؟ فوزتوا افشع 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 تلزم تلزم واتس ذا سيكريت؟ ذا سيكريت از فوزتوا 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 كتير. مين اللي هيجيب الفوزتوا طيب؟ هو اللي بيجيب على طول. مستمرين معاك يا كابتن اسلام ابو كريم صاحب هاتريك، اثنين في لقاء الذهاب وواحد في لقاء العوده. ابو كريم الف مبروك على المباراه، الف مبروك على الصعود. الحمد لله، الف مبروك للنادي الاهلي بالجمهور بمجلس اداره باللاعبين. الحمد لله كنا عازمين ان احنا نترشحوا من جنوب افريقيا، كنا عازمين وكنا وعدنا جمهورنا السنه اللي فاتت ان احنا ان شاء الله جينا سان داونز وناخذوا بالثار بتاعنا. الحمد لله اللاعبين الكل كانوا عند حسن الظن، قدمنا المطلوب ترشحنا، لكن ما زال هذه خطوه، ما زال عندنا خطوتين ان شاء الله باش نكونوا في النهائي ان شاء الله. البطوله هذه تكون من نصيبنا ان شاء الله. علي على الجانب الشخصي، ايوم تفضل مواجهه النجم ام مواجهه الوداد؟ والله اي حد، مش 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 تفرق معنا برشا، اي فريق باش يجينا باش نحاولوا ننتصروا عليه ونحاولوا نمشيوا للنهائي ان شاء الله. توقع لك هدفين في الذهاب وهدف في العوده. مراتي خلي بالك كل مره اسجل معاك بتقول لي نفس ال والله بجد مراتي حتى قبل الماتش قالت لي ان شاء الله هتجيب جون. الحمد لله باذن الله. كابتن مبروك مبروك، الف مبروك. مبروك جمهور النادي الاهلي. كابتن محمد، يعني انا عارف ان انت تحملت على نفسك وكنت بتلعب وانت عندك نزل برد، ولكن دايما دعا اهدنا بلعبه النادي الاهلي الكبار. انا هقول كلمه واحده بس عشان مش قادر اتكلم، مش قادر اتكلم، بس انا هقول الكلمه اللي احنا اتحطينا تحت ضغط، وكنا موعدين الناس مع الجمهور موعدينهم اللي احنا نيجي ونعدي سان داونز، وكنا قلنا اللي احنا يا ريت نلعب سان داونز تاني، احنا لعبناهم تاني، وبقول لهم الحمد لله وعدناكم ووفينا بالوعد، واللعيبه دي كلها رجاله والجهاز الفني كله ببارك لهم وبارك للعيبه، اهم حاجه اللعيبه هم الرجاله وعلى قد المسؤوليه. الحمد لله احنا عدينا وان شاء الله فكر في اللي جاي ان شاء الله. بشكرك يا كابتن محمد وبالتوفيق في اللي جاي. شكرا. كابتن محمد هاني احد ابناء النادي الاهلي المخلصين. كابتن هاني مبروك، مباراه صعبه في اجواء صعبه، ولكن دايما الرهان بيبقى على معدن لعيبه النادي الاهلي وخبرات لعيبه النادي الاهلي. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، طبعا الحمد لله على التأهل، يعني ماتش صعب جدا وماتشين صعبين جدا، بس الحمد لله كل اللعيبه اللي هنا دي رجاله وكل اللعيبه عندها مسؤوليه، الحمد لله يعني ربنا كرمنا وهو ده النادي الاهلي، يعني هو ده الطبيعي. اللي حصل السنه اللي فاتت ده مش طبيعي، يعني كان في ظروف كان مش متعودين على الاجواء، لكن الحمد لله احنا جينا بقالنا اسبوع في جنوب افريقيا هنا وبنتمرن كل يوم في الجو ده، فالحمد لله تلاقي ان احنا يعني واخدين على الجو شويه غير السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت الموضوع كان اصعب شويه يعني الحمد لله، بس كل اللعيبه اللي هنا رجاله، هو ده النادي الاهلي، اتحط في اي موقف، وهدفنا يعني احنا الحمد لله بناخد
مرحله بمرحلتها، بس هدفنا الكبير ان احنا ناخد بطوله. ده هدفنا. ابرز التعليمات اللي قالها لك مستر فايلر مع نزولك جبهه اليمنى اتقفلت تماما، واحمد فتحي ضم العمق الملعب، قفل النادي الاهلي كل المحاور على فريق صن داونز. هو المدرب بتاع صن داونز نزل اللي هو غير الباك ليفت بين الشوطين، الباك ليفت الثاني ده بيهاجم بس ما كانش بيدافع خالص بس، فمستر فايلر وانا نازل يعني قال لي اقفل الحته دي كويس ودافع كويس في الحته دي، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا احنا نتاهل. يعني توعي جماهير النادي الاهلي بيه؟ طبعا انا بقول لك هدفنا ان احنا ناخد بطوله. انا كنت طلعت قبل كده مع كابتن احمد شوبير وسالني على صن داونز، قال لي انتوا نفسكم تلعبوهم تاني؟ قلت له اه نفسي العبهم تاني عشان نفسي ان احنا نصعد ونكسبهم تاني في ارضهم وبره ارضهم، فده كان وعد مننا، وان شاء الله الوعد باذن الله ان احنا هدفنا الكبير ان احنا بطوله افريقيا ان شاء الله. اشكرك يا كابتن محمد وبالتوفيق اللي جاي باذن الله. شكرا. مستمرين معاك يا كابتن اسلام. هنكمل مع حضراتكم فرحه لاعبي النادي الاهلي، والحقيقه قفشه والكلام ده كله من ديانج النهارده، كله مبسوط الكل سعيد النهارده، هتكون فرحه كبيره جدا لكل جمهور النادي الاهلي وايضا للاعبين وللجهاز الفني، واحنا لسه متواصلين مع حضراتكم وموجودين مع حضراتكم ان شاء الله عشان ننقل افراح لاعبي النادي الاهلي بعد نهايه لقاء النادي الاهلي وسان داونز. الحقيقه كابتن اسامه النهارده زي ما كابتن حضرتك قلت وكابتن يوسف وكابتن بلال، استراتيجية فايلر وهي دي اللي احنا عايزين نركز عليها النهاردة، التغير الكبير، ولكن في نفس الوقت انت اخر نص ساعة في عمر المباراة كنت تقدر تجيب هدف واثنين وثلاثة واربعة، ايه الفارق يا كابتن أسامة ما بين الستين دقيقة الاولى والنص ساعة الاخيرة؟ اولا زي ما قلنا انه في توقيتات في المباراة ممكن تعمل تحول كبير في أداء فرقة عن فرقة، في ظروف بتحصل في مباريات ممكن تحول أداء فرقة عن فرقة، ممكن نتيجة المباراة بتفرق فرقة عن فرقة، فكل ده احنا أو حصل النهاردة في المباراة في توقيتات معينة. أولا بداية اللقاء انت طبيعة الحال انت كسبان 2-0 بتحاول تأمن ملعبك كويس، وده شفناه ان هو لعب بثلاثه وسط ارتكاز اللي هو متولي ويمينه اليو ديانج والسوليه على اساس يقفل مع قلنا مع علي معلول واحمد فتحي، يقفله مع علي معلول واحمد فتحي ومتولي في العمق يبقى مامن ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، خاصه ان زي ما كلنا قلنا في بدايه اللقاء ان فرقه صن داونز بتلعب على الاستحواذ كويس جدا، بيعرفوا عندهم سرعه في الاداء مع بعض كويس قوي، وده شفناه في اللقاء رغم النادي الاهلي عامل كل التقفيلات ديت ومع ذلك عندهم كرات خطيره برضو بيخرجوا بينها، فريق ممتع الحقيقه في صن داونز طبعا ما فيش شك في كده. فالنادي الاهلي ادى المباراه بشكل كويس، توقيت قلت الصده بتاعت الشناوي في الدقيقه 5 فرقت كتير، ثم الهدف في الدقيقه 21 هو ده نقطه التحول الكبيره، علي معلول جيرالدو عمل فاول ثم علي معلول لعبها ومابوي حطها في نفسه. انت لما تيجي التفكير لعيبه صن داونز انه بيفكر في اربع تجوان غير لما كان بيفكر في النتيجه او اتنين حتى يلعب ضربات جزاء صح، والفارق اتحول كمان عند النادي الاهلي انه بقى في ثقه اكبر، ان انت كنت نازل ممكن يجي فيك جون مثلا او النتيجه تبقى 2-0 وتلعب ضربات جزاء، انت جبت جون فانت بقى عندك فرصه ان الناس الثانيه عشان تخرجك تكسب 4، فبقت في ثقه عند لعيبه النادي الاهلي، ابتدت نشوف سيطره شويه في وسط الملعب من السوليه ومتولي واليو ديانج وجيرالدو اجايو وباجي، ابتدت في علي معلول ابتدى يطلع في بعض الكرات، ولكن الهدف التعادل لسيرينو في الدقيقه 27 هز شويه فرقه النادي الاهلي، ابتدى الخوف يحصل، ففعلا الفترة دي بعد هدف التعادل بتاع فرقة صن داونز في الدقيقة 27 التحول السيطرة تاني رجعت لصن داونز، ابتدت تعمل في هجمات خطيرة شوية، ابتدى أكتر من كورنر، وده طبيعي لأنك أنت برضو قلقت على النتيجة. طيب معلش يا كابتن أسامة، دي لقطة طبعا من المباراة
وحرص كابتن محمود الخطيب والسفير شريف عيسى والاستاذ طارق أنديل على تحيه لاعبو سان داونز بعد نهايه اللقاء. الحقيقه حاجه محترمه جدا، وفي المقابل ايضا كل جمهور سان داونز حيا لاعبو النادي الاهلي بعد نهايه المباراه. وهنجيب لحضراتكم هذه اللقطات لانها لقطات خاصه وحصريه بقناه النادي الاهلي وبملعب الاهلي. حاجه جميله جدا وحاجه رائعه، لان هي دي الروح الرياضيه في النهايه. هي مباراه وانتهت وصعد النادي الاهلي، ولكن تبقى الروح الرياضيه التي يحاول النادي الاهلي ان هي تسود في كل القاره الافريقيه دائما تكون هي اللي بيكسب في الاخر. الحقيقه هي الاخلاق والروح الرياضيه، حاجه جميله جدا وحاجه محترمه. اتفضل يا كابتن. ما فيش شك طبعا في كده، يعني ده الطبيعي اللي المفروض يحصل في كره القدم. طبيعي يعني. بعد كده الشوط الثاني سان داونز حاول في اول 10 دقائق ان يرجع للمباراه، وفي تسديده قويه الشناوي صدها برده ببراعه، ولكن التعب ابتدى يحل على الفرقتين. واضح ان الحراره، عشان كده سيد عبد العزيز بيتكلم، ابتدت نص الملعب يفك شويه من سان داونز، وبقت فيه مساحات. نزول حسين مكان جيراردو لما اتعور، ثم نزول هاني وايمن عشان يقفلوا الجناب ويدوا راحه شويه. احمد فتحي دخل في العمق ويدي راحه شويه لعلي معلول، انه عمل جهد كبير هو واحمد فتحي في الطرفين. ابتدت المساحات تتفتح، وابتدى فرقه سان داونز يجي لها احساس ان المباراه بتنتهي. يمكن هم كانوا يتمنوا ان يكسبوا المباراه عشان يبقى حاجه شرفيه ليهم ان كسبوا مثلا 2-1 وكده، ولكن مع اقصد الوقت هم احساسهم ان المباراه بقت صعبه عليهم، فلذلك اتخلق كتير مساحات في خط ظهر سان داونز في اخر ربع ساعه. وقلنا لو كان حسين الشحات موفق شويه في بعض الهجمات اللي جات له، كان ممكن جدا النتيجه تطلع للنادي الاهلي. وهو يعني اعتقد انه حسين المفروض يراجع نفسه في الجزئيه ديت شويه، لانه هو حسين هداف، بس كان متردد، كان بيروح مثلا في مواقف واحد على واحد، ما بياخدش قرار سريع انه يروح على الجون، ما بياخدش قرار سريع انه يعدي ويعمل بالعرض، كان في تردد، فعشان كده في اكتر من كوره اتقطعت منه. لكن في مجمل اللقاء النادي الاهلي ادى بشكل جيد وخد اللي هو عايزه، خد اللي هو عايزه من اللقاء، يعني ما فيش شك. طيب انا بس عايز اوري لحضراتكم صوره، لان انا كنت علقت عليها الحقيقه وقت القرعه. خلينا نشوف الصوره دي، واهي الصوره دي امام حضراتكم. ده طبعا والكل الحقيقه اتكلم عن هذا الموضوع، ده ضحك جمهور او مسؤولي سان داونز بعد وقوع النادي الاهلي مع نادي سان داونز في القرعه. طبعا طلعوا برروا بعد كده وقالوا كلام، ولكن انا قلت لحضراتكم يوميها يمكن ان من يضحك اخيرا يضحك كثيرا، وبالتالي النادي الاهلي وجمهوره ومجلس ادارته هو من يضحك الان، بعد يضحك فرحا طبعا لصعوده الى الدور قبل النهائي. احنا الحمد لله ولا بنضحك علشان بنستهزأ بحد ولا بنضحك علشان حاجة، ولكن احنا بنضحك وفرحانين عشان احنا صعدنا للدور قبل النهائي. وان شاء الله هنضحك اكتر وهنضحك اكتر واكتر ان شاء الله عندما يصل النادي الاهلي الى نهائي هذه البطولة ويفوز بها، وهو الحلم الاكبر الذي ينتظره كل جمهور النادي الاهلي. كابتن يوسف، النهاردة تغييرات فايلر ايضا كانت مختلفة، يعني حسين الشحات بدل جيرالدو في الدقيقة 55 اعتقد بسبب إصابة جيرالدو، هاني محمد هاني بدل محمود متولي في الدقيقة 68، واحمد فتحي دخل جوه، ايمن اشرف بدل من اليو بادجي في الدقيقة 70. يعني هو طبعا فاجئنا بتغييراته، يمكن التغييره الاولى حسين الشحات بدل من جيرالدو دي منطقيه، حسين بيلعب في الحته دي على طول وعنده سرعات ويقدر يعني يأدي الدور بتاع جيرالدو. محمد هاني ومحمود متولي هنا يعني مفاجأة شوية، لأن كان في تفكير ممكن يقول لك مثلا إن ممكن يلعب بديانج والسولية وينزل مثلا قفشة أو وليد سليمان ويبدأ يعني يستحوذ على الكورة، وخصوصا أنت في الدقيقة 68 يعني خلاص المباراة ماشية في الإطار بتاعها. لكن هو صمم على ان هو يعني يحافظ على قلب الملعب بالثلاثي اللي هو ديانج وفتحي، ادى نفس الدور بتاع متولي وعمرو السولية. النقطه كمان اللي مهمه جدا انه قفل الطرف، يعني تغييره ايمن اشرف وتغييره محمد هاني عشان يقفل اطراف الملعب، لان
خطورة سان داونز من أطراف الملعب. شفنا النهاردة يعني رقم 5 تقدم كتير اللي هو موسى ليوبوسا ده من ناحية الشمال عمل كم كروسات غير عادي. وهنا برضو عايز انتهز الفرصة يا إسلام لان احنا مش عايزين المباراة تعدي بينا وما ناخدش بالنا من حاجات طبعا. الكرات العالية عندنا في لازم يعني ايه يعني انا مع حضرتك في هذا الموضوع لازم ناخد بالنا من الكرات الكروسات والتايمينج بتاع الطلوع واللعب بالراس في الحته دي. معلش يا كابتن يوسف دي فرحه جمهور النادي الاهلي وبعد نهايه المباراه وفوز النادي الاهلي على سان داونز في وتاهله الى الدور قبل النهائي. اتفضل يا كابتن يوسف. الجول جه فينا كده يا كابتن, الجول جه فينا كره طويله يعني اتحطت بين علي معلول وياسر ابراهيم واتلعب. النقطه اللي هو نجح فيها كمان فايلر انه لما قفل الجناب ف يعني زي ما قال الكابتن اسامه بدا يصدر الياس للاعيبه سان داونز. فبقى بمرور الوقت كل ما الوقت بيمر هو عارف انه محتاج يجيب جونين ثلاث اهداف عشان يرجع للمباراه جونين على الاقل يعني. فمن هنا يعني عايز اقول ان خلاص بيبدا اللعيبه تفرط في المباراه او تبدا هي يعني تهمت زي ما بنقول بلغه الكوره. النقطه كمان اللي تحسب له بالنسبه لفايلر عجبني جدا حتى في توقيتات تغييراته, يمكن بقول التغييره الثالثه بس يمكن مبكره شويه كان ممكن يصبر 7-8 دقائق يعني في الدقيقه 70, لكن التغييرتين التانيين في توقيتاتهم مظبوطه جدا. علي معلول كان بدا يعني يهل عليه التعب والارهاق يمكن عشان كده كابتن كانت بدري شويه هو مش عايز يطلع علي معلول. ممكن يكون فعلا زي ما انا عشان كده بقول لك انا بفكر بحاول افكر بتفكيره انه لقى علي معلول الضغط زاد عليه جامد جدا خصوصا الشوط الثاني سان داونز بداوا يجوا بشكل قوي. وفي نفس الوقت ايمن اشرف عنده الحته الدفاعيه شفناه في كذا كوره مع الراجل اللي هو نمره 10 جاستون سيرينو كان مميز جدا معاه. الولد ده لعيب هايل لعيب كويس جدا وعنده مهاره عاليه جدا وعنده سرعات عاليه جدا, لكن ايمن اشرف قدر انه يقفل الجبهه بتاعته من عند جاستون سيرينو. عايز اقول كمان حاجه بقى دي بره الملعب اتفضل ولازم اشيد بيها يعني ان الكابتن محمود الخطيب يطلع رئيس بعثه للمباراه دي بتفرق يا كابتن يوسف ولا احنا بص هو لعيب كوره فهو يعرف انا اطلع في بعثات كده بتبقى محتاجه مهم. رئيس النادي يبقى موجود يعني طلع الهلال كان برضو مباراه حولها كلام كثير جدا وظروف شائكه واجواء المباراه وكان في كابتن حماده صدقي يعني كلام كتير قوي حول المباراه. طلع المباراه دي برضو انا بحييه لانه وجوده مهما كان برضو لما بيكون لاعب كره قدم ورئيس نادي وبيبقى تواجد مع احترامي طبعا كل اعضاء مجلس الاداره محترمين وبنقدرهم جدا ودائما اعضاء مجلس الاداره بيطلعوا رؤساء بعثه. حضرتك بتقول يعني برضو رئيس مجلس الاداره وبتتكلم على مجلس الاداره عشان لاعب كوره طبعا عشان لاعب كوره ولعب كوره فبيعرف يبقى موجود في امتى هيقول ايه وهيتكلم في ايه والحاجات دي كلها. فانا بحييه طبعا ان هو تواجد معاهم في البعثه يعني بصراحه كرئيس يعني تمام. والحقيقه انا برضو حاجه مهمه جدا بالنسبه لي ان هي النهارده السنه اللي فاتت في مثل هذا التوقيت وبعد نهايه مباراه الاهلي وسان داونز وخساره النادي الاهلي الحقيقه كنا قاسيين جدا واعتقد ان بلال كان معايا في الاستوديو وده كويس لانه احنا كنا قاسيين جدا 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 على لعيبه النادي الاهلي ويعني كنا منتهى القسوه على لعيبه النادي الاهلي في ذلك الوقت وقلنا ان ما كانش فيه روح وما كانش وما كانش وما كانش. فالنهارده لازم نديهم حقهم وبزياده لانهم يستحقوا الحقيقه النهارده اداء رائع اداء رجولي اداء بطولي موت نفسه من اول دقيقه لاخر دقيقه كل اللاعبين بذلوا اقصى مجهود في هذه المباراه لانه انا الحقيقه بقارن السنه اللي فاتت برضو يا بلال في نفس هذا التوقيت تقريبا وفي نفس المباراه وفي نفس الدور والامور كانت عامله ازاي ودلوقتي الفرحه عامله ازاي. الشناوي كان بطل النهارده ومقاتل وهو السبب الرئيسي, رامي ربيعه وياسر ابراهيم الاثنين ادوا بشكل رائع الحقيقه سواء واحمد فتحي كالعاده الحقيقه قلب الاسد احمد فتحي والشمال علي معلول كل اللاعبين انا مش عايز بس ولكن اللاعبين يستحقوا الحقيقه ان احنا نفرح بيهم ان احنا نتبسط بيهم
الضغط اللي كان معمول عليهم النهاردة برضو ضغط كبير جدا جدا جدا. فأنا الحقيقة أنا بشكر كل اللاعبين اللي متواجدين، بشكر كابتن سيد عبد الحفيظ، بشكر من قبله كابتن محمود الخطيب، بشكر مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط لأنهم لم يرتكنوا. خلي بال حضراتكم كان ممكن جدا نقول إن إحنا كسبانين 2-0 خلي اللعيبة تروح يوم الثلاث أو الأربع، ولكن لأن هناك لجنة تخطيط تخطط بشكل جيد للنادي الأهلي، ولأن هناك رئيس مجلس إدارة زي ما الكابتن يوسف قال لعيب كرة أسطورة من أساطير كرة القدم، وبالتالي أصر الجميع على تكملة المشوار بشكل رائع، بمعنى إن إحنا هنروح من يوم الحد وهنتعود على الأجواء. وكل اللاعبين النهاردة قالك، يعني محمد هاني في كلمته قالك إحنا أهم حاجة بالنسبة لنا إن إحنا جينا وتعودنا على الأجواء وتعودنا على مباريات الساعة 3. فايلر والإدارة الفنية الرائعة لهذه المباراة، لما تكون روح الأهلي حاضرة الكل بيكسب، الكل بيبقى كسبان. عندما تكون روح النادي الأهلي غائبة أو روح الفانيلا الحمراء زي ما دايما بنقول وزي ما دايما بنقول لحضراتكم، لما تبقى روح النادي الأهلي غائبة أو روح الفانيلا الحمراء غائبة بتحصل أمور كثيرة. أنا مش عايز أقطع كلامك، بس أنا بحكم أن أنا كنت متواجد في الجهاز السابق للنادي الأهلي، الظروف اختلفت وتعلمنا من الأخطاء. طبعا تعلمنا من الأخطاء. ليه؟ لأن إحنا المباراة اللي فاتت لما لعبناها السنة اللي فاتت كانت يا كابتن يوم 6-4، لعبنا يوم 2 مع الاتحاد السكندري، ولعبنا يوم 31 مع الزمالك. يعني لعبنا 31 ريحنا واحد، لعبنا 2 واثنين في اسكندريه، الماتشين دول في اسكندريه لو تفتكروا لما كان في مطر والاستاد برج العرب. تمام. وبعد 2 رجعنا على القاهره، سافرنا يوم 3 وصلنا 4 الصبح، اتمرنا 4 و5 ولعبنا 6. فهنا مع كثافه الماتشات دي، مع فريق زي سان داونز، مع اعتبارات اخرى، يعني مش برضو طريقه اللعب اللي اتلعب بيها لاسارتي اشتغل بيها في المباراه دي مختلفه خالص عن فايلر. فايلر قلت لك بقى تقيل قوي وتقل قوي، مباراه زي دي لما يلعبها بالشكل ده يبقى تقل قوي في افريقيا. كل الحاجات دي تم تداركها المره دي. المره دي النادي الاهلي ما حطش اي ماتشات في افريقيا بين الذهاب والعوده، اي ماتشات في الدوري، اي ماتشات في الدوري، وبالتالي ركز قوي. خلص المباراه يوم السبت، يوم راحه، سافروا على طول، خد هناك الراحه بتاعته والريكفري، وبدا يشتغل الساعه 3 كل التدريبات. فهنا فرق الموضوع ده. وعشان كده انا بقول ان البطوله لما بطوله افريقيا بالتحديد لما بتيجي تاخدها لازم تخش قوي في التفاصيل، لازم تخش قوي في كل تفصيله وفي كل حاجه، ميعاد المباراه وكثافه الماتشات اللي عندك واصاباتك، حاجات كتيره جدا تساعدك في النهايه ان يوم 29 او يعني واتيفر اي كان النهايه امتى، ان انت ترفع الكاس. فالسنه اللي فاتت اتلعب كثافه ماتشات عاليه ودخلنا على مباراه فاهمين ان هي عادي ودور الثمانيه وسان داونز هنروح نقفل هناك وبعد كده نبقى يجولنا في برج العرب، فحصل مفاجاه. بالاضافه بقى طبعا لحاجات كتيره جدا، حاله اللعيبه في اليوم ده ما كانش هي يعني تفاصيل كتيره. بس انا بحييهم المره دي فعلا ان لا يعني ما فيش ماتشات في الدوري اتحطت، حتى لو كان الدوري شغال او ما كانش شغال ما كانش هيبقى فيه ماتشات في الدوري على اساس ان انت تخلص المباراه وتبقى مريح ومركز. يعني خلي بال حضرتك النادي الاهلي كان ممكن زي ما انا قلت في كلامي ان هو يرتكن للنتيجه 2-0 ويقول لك طب نسافر الثلاث او الاربع، ولكن طبعاً اصرار طبعاً الجهاز الفني والجهاز الاداري على التواجد يوم الحد والسفر ثاني يوم المباراه لجنوب افريقيا على نفس الطياره اللي راجع فيها سان داونز، اعتقد ان ده شيء رائع وتخطيط رائع، تخطيط اداري رائع لهذه المباراه. وبالتالي شفنا الشكل اللي احنا او شفنا روح الفانيلا الحمراء زي ما احنا بنتكلم. كابتن اسامه يعني انا اتكلمت مع حضرتك ولا لا؟ بلال. طيب بلال نروح لبلال. بلال النهارده اليو بادجي، ايه رايك فيه؟ اليو بادجي فكره الدفع بيه مناسبه جدا لطريقه اللعب اللي لعب بيها مستر فايلر النهارده، عشان كده بنقول النجاح يعني زي ما الكباتن اتكلموا نجاح شامل في كل حاجه. في التحضير للماتش، انت النهارده عشان تنجح انك تكسب مباراه لازم تحضر لها بشكل كويس من قبلها، تحضر لها كتشكيل، تحضر لها كامكانيات كقدرات، تمام، تحضر لها كحاله للحاله بدنيه او حاله فنيه للعيبه اللي موجوده في الملعب. النهارده مستر فايلر حضر للمباراه بشكل جيد جدا، النادي الاهلي بشكل عام حضر المباراه بشكل جيد جدا،
يمكن كابتن فتحي نصير كان معانا هنا في الاستوديو اللي فات وقعد يتكلم على حته انك انت ازاي تروح بدري عشان تتاقلم والنفس ودرجه الحراره وازاي تشتغل على الحته دي قبلها بفتره بحيث انك تبقى مستعد تبقى واحد من اهل البلد يعني والاهلي عمل كده بشكل كويس قوي يمكن راح اسبوع قبل المباراه وست ايام قبل المباراه عشان يقدر يتاقلم على درجه الحراره. فايلر هو بيحط التشكيل واتكلمنا الكلام ده في بدايه الاستوديو يا اسلام قلنا ان هو هيشتغل على حته السرعات والقوه البدنيه. النهارده بادجي لعيب عنده قوه لعيب عنده سرعه في اوقات كتيره جدا كان بيعمل الضغط حتى كمان اوقات كان بيرتجل الضغط يعمله ضغط فردي عشان يضغط على لعيبه صن داونز عشان ما يديهمش فرصه ان هم يشتغلوا الكرات الطوليه وهم مستريحين. اداؤه رائع جدا النهارده المجهود البدني اللي بذله النهارده بادجي كاول مباراه ليه مع النادي الاهلي يا كابتن تعتبر يعني مباراه جيده جدا بالنسبه له. النهارده بنشوف لعيب بيتحط تحت ضغط مباراه صعبه مش سهله امام فريق قوي يعني بيكتشف نفسه مع النادي الاهلي في حاله من التاقلم ما كانتش موجوده النهارده هو بيصنعها النهارده بادجي في اوقات كتير يعني بيحاول ان هو يلعب فردي لظروف المباراه نفسها ولكن هو كامكانياته وقدرات لان النهارده ادى بشكل كويس اختيار موفق من فايرر من وجهه نظر الشخصيه يعني يتناسب مع التشكيل ويتناسب مع الخطه اللي انت بتشتغل عليها هدف يعني خد بالك انت برضو انا ممكن احط لعيب ما ممكن ما يتناسبش مع الخطه اللي انا بشتغل عليها مع التكتيك اللي انا بشتغل عليه يعني انا النهارده عايز اعمل استحواذ واشتغل عايز لعيبه مهاريه عايز اشتغل على السرعات عايز اشتغل على الكاونتر اتاك فبالتالي ببقى عايز لعيبه عندها سرعه وعندها قوه. النهارده لا فايلر ادار الماتش بشكل جيد جدا اختياراته للعيبه اختيارات جيده جدا كمان التغييرات اللي اتكلموا عليها الكباتن برضه تغييرات جيده جدا من وجهه نظري وان كنت ممكن يعني اتفق مع كابتن يوسف ان هو التغيير الثاني ان محمود متولي هو محمد هاني اللي ينزل ومتولي هو اللي يطلع يعني ممكن اختلف شويه ممكن يبقى موجود قفشه هو اللي يبتدي تغير من شكل اسلوب اللعب خلاص انت خدت كل حاجه من المباراه خاصه توقيت التغيير نفسه في الدقيقه 68 عندك 20 دقيقه تقدر تستحوذ تقدر تعتمد برده على الاثنين الموجودين قدام وتعمل وتمسك الملعب او تتحكم في رتم الاداء ما تديش برده فرصه لسان داونز ان هو يشتغل عليك بالشكل ده. هو حاول يحافظ على التغييرات يحافظ على شكل النادي الاهلي بالتغييرات اللي عملها ولكن كان ممكن تغير بقى في طريقه الاداء لكن مجملا لعيبه النهارده كانت رائعه جدا ممكن يكون في لعيب اساءهم التوقيت في بعض الاوقات اساء الحظ في بعض الاوقات ولكن الاجتهاد كان موجود وده المهم الروح العاليه كانت موجوده ممكن ما يكونش موفق النهارده الشحات مش موفق لكنه النهارده كان مصر انه يؤدي بشكل كويس. بادج ما كانش موفق في كره سهله او كورتين النهارده جوله بس النهارده السبيريت بتاعته عاليه جدا فاللعيبه كلها الحقيقه النهارده في الملعب يعني شابو للعيبه كلها ادوا بشكل رائع جدا جدا كروح قتاليه عاليه في الملعب. في بعض الاوقات يا كابتن اسلام النتيجه الاولى بتاثر بشكل كبير عليك على ادائك وعلى اداء الخصم كمان. الجول اللي سجله الاهلي وكابتن اسامه كان اتكلم عليه كان عامل السحر النهارده في المباراه لولا ممكن الهدف كان ممكن المباراه تمشي بسيناريو تاني مختلف خالص. ولكن برضو الهدف اللي سجله النادي الاهلي واتكلموا عليه الكباتن قبل المباراه انك انت لازم تسجل هدف عشان تخرج سان داونز من المباراه الهدف ده اعتقد انه خرج سان داونز بنسبه 80% من المباراه. عشان تسجل اربع اهداف في النادي الاهلي بعد مرور 25 دقيقه ده شبه مستحيل وده يمكن اللي حصل فعلا. الاهلي النهارده كان ممكن يخرج زي ما انت قلت كسبان 3-4 مستريح جدا لو تم استغلال الفرص ولكن نتيجه 1-1 اعتقد نتيجه منطقيه ومش هقول عادله ولكن نتيجه منطقيه مع فريق كبير زي سان داونز. كابتن اسامه النظر لما هو قادم ايه اللي بقى يعمله النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه خصوصا ان هناك تقريبا شهر وشويه لحين المباريات الافريقيه؟ مفيش شك طبعا الاستعدادات تفضل ماشيه نحاول نرجع المصابين اتمنى انا ما اعرفش حاله رمضان صبحي ايه لكن نتمنى رمضان كان موجود معاهم النهارده كان موجود؟ لا رمضان ما سافرش نتمنى انه يرجع عامل مهم جدا او يعني واحد من الناس المهمين جدا طبعا كل اللعيبه المصابين طبعا الفتره الجايه دي لازم يتكثفوا العلاج وان شاء الله يرجعوا الحمد لله الدوري العام انت متفوق بفرق كبير جدا فعندك انك ممكن تلعب بعض الناس يعني واحد زي بادجي كويس انه ابتدى النهارده احنا كنا بنقول مستر فايلر مأخره وهو لعيب جاي بفلوس كتير وجاي بسمعه وعايزين نشوفه يعني لازم يبقى موجود فهو لعيبه النهارده في ماتش مهم في برضه واحد زي كهربا لما يرجع من الظروف اللي هو فيها ما كان برضه كان بياخد اوقات صغيره جدا 5 دقايق و10 دقايق وثلث ساعه عايزين نشوفه لانه ممكن يبقى مؤثر ف
فاللعيبه اللي ما بتلعبش كتير يعني واحد ممكن زي محمود متولي مثلا محمود الظهير الايسر محمود الوحيد وحيد مثلا ممكن فتره مع معلول يريح ماتش ولا حاجه يلعب محمود وحيد يعني انا اقصد يدخل بعض العناصر خاصه انت مش مضغوط في الدوري انا عن نفسي من بحب ثبات في 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 التشكيل ويمكن دي بتبقى ليها عامل السحر لانك حتى لو ما بتدربش اوقات تدريبيه كتيره لما تكون الماتشات مضغوطه اللعيبه اللي بتلعب مع بعض وواخده على بعض لازم يبقى في شكل قوام اساسي للفرقه طبعا ولكن انت عندك فرصه كويسه قوي انه الزمالك اللي هو المنافس التقليدي ليك بعيد جدا عن موضوع ده فرق كبير قوي مقاولين مع احترامي ليهم يعني ينافس على المربع الذهبي ينافس لكن مش على المركز الاول فالموضوع شبه محسوم للنادي الاهلي في الدوري العام فانت بقت عندك فرصه انك تلاعب الناس اللي ما بتلعبش الناس اللي راجع من اصابه انه بس طبعا مش تغيير اللي بنقول السبعة تمانية لكن في عناصر ممكن تخش دي نقطه مهمه عشان لما تيجي يوم المباراه اللي قبل النهائي يبقى عندك العدد من اللعيبه اللي جاهزين اللي ممكن تغير فيهم زي ما انت عايز او كده دي اكتر نقطه ممكن دي. كابتن يوسف شهر اعتقد ان هو وقت مناسب جدا لعوده على الاقل 3 4 من اتفضل ده لازم لازم انا عارف بس انت ملطوط من الموضوع ده جامد لازم يعودوا ده لازم يعودوا ويشبعوا اعاده ليه بقى لان انت النهارده في اصابات طولت بص يعني انا شايف الشهر ده احسن اعداد ان انت تخش على مباراه يوم 1/8 مع سوري 1/8 يعني المباراتين 1/5 و8/5 اللي هو الذهاب والعوده طبعا لازم الناس طبعا تبقى عارفه ان مباراه الذهاب هتبقى خارج ملعبنا ومباراه الاياب هتبقى في ملعبنا انا شايف اعداد كويس جدا لحاجات كتيره زي ما قال الكابتن اسامه انت في الدوري عندك مش هقول اريحيه لان النادي الاهلي ما عندوش راحه في اي مباراه بيلعب على الثلاث نقاط في كل مباراه لكن ممكن تعد بدايل وتعد حلول تبقى تخش على اصل المباراه قبل النهايه هتبقى اشرس حاجه اصعب طبعا انا بقول لك هتبقى اشرس فخصوصا ان هتلعب بره ملعبك الاول وبعدين هترجع تلعب ملعب فاعتقد الاسامي اللي موجوده رمضان صبحي لازم يكون رجع ورجع بقوه ويكون جهز كمان تجهزه لان رمضان بقى له فتره بقى لازم طبعا ياخد له ماتشات النقطه الثانيه حمدي فتحي هل هيقدر ولا مش هيقدر لان حمدي فتحي برضو وجوده في وسط الملعب قوه لا يستهان بيها نقطه من النقاط المهمه النقطه الثالثه كمان هي اليوباجي النهارده احنا ده اول مباراه يبداها مع النادي الاهلي كانت خارج ملعبه مباراه صعبه احنا النهارده كلنا بنقول سان داونز ومباراه تقيله وبتاع وبلال بيقول لك يعني فايلر جريء انه يبدا باليوباجي مباراه اول مباراه يبداها مع الفريق تبقى هي دي فاعتقد انه لما هياخد مع الفرق في الدوري اعتقد طبعا هيحفظ اللعيبه وهيحفظ الريتم بتاع اللعيبه حاجات كتيره جدا هتفيده طيب خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم مع بقيه نجوم اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين كابتن يوسف كنت عايز حضرتك تكمل في جزئيه تتكلم فيها فيما يخص ان النادي الاهلي والمباريات القادمه فانا بقول الدوري فرصه كويسه ان احنا ندخل عناصر مع العناصر الموجوده في حته نص الملعب في حته خط الظهر العناصر الاماميه في الحته الهجوميه لان انت الموضوع كله النادي الاهلي مش بيحاسب على وصوله الدور قبل النهائي ولا وصوله النهائي هو بطولة. بيحاسب بالبطوله فانت النهارده كل ده بتعد لشهر 5 انت عندك اواخر شهر 5 النهائي ان شاء الله وعندك الدوري هيكون اتحسم في نهايات شهر 5 فعشان تجهز الاوراق بتاعتك للشهر ده فعندك مارس وابريل تقدر تشتغل فيهم بشكل كويس جدا على اللي انا بقوله لك يعني حته ان انا ادخل ورق جديد في الدوري ويسمح ليا طبعا دي بقى اللي بيكررها فايلر مباريات عنده مباريات عارف ايه كل مباراه يريح مين يحط مين بس انا رايي انه يدخل ورق جديد يقدر يعني يعمل له حتى منافسه
يعمل له حتة التنافس ما بين اللعيبة كمان. كابتن بلال، أعتقد استعادة المصابين هتفرق كتير جدا. طبعا بشكل كبير جدا. يعني عندك واحد من أفضل اللعيبة في أفريقيا في الوقت الحالي رمضان صبحي، عودته هتبقى هتفرق بشكل كبير جدا جدا مع النادي الأهلي. أنت خد بالك يمكن كباتن قالوا في تفاصيل صغيرة بتفرق مع الفرق الكبيرة في البطولات الكبيرة الأفريقية. التفاصيل الصغيرة ممكن تغييرها صغيرة، تغيير مدرب مدير فني يعمل تغيير في توقيت مظبوط، لعيب بقدرات محددة يقدر يستغله. رمضان النهاردة لو متواجد مثلا الشكل كان هيبقى مختلف تماما. لعيب عنده سرعة وعنده قوة وعنده مهارة بيقدر يسجل أهداف. لعيب يعني أنت مفتقده كنادي أهلي في البطولة الأفريقية. عودته هتبقى مكسب كبير جدا 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 للنادي الأهلي. وكل اللاعبين المصابين الحقيقة كابتن إسلام بيدوا المدير الفني بيخلوه بدل ما يبقى عندك تفكير واحد بيبقى عندك 3 4 يعني حاجات تفكر فيها. يعني النهارده لما يبقى عندي مثلا لعيب 2 لعيبه على دكه البدلاء لا يبقى عندي 5 لعيبه على دكه مختلفين الشكل مختلف. النهارده النادي الاهلي بيأدي بشكل كويس، التغييرات بشكل جيد، ولكننا ممكن نبقى كلنا قاعدين وعارفين ان هم دول اللعيبه اللي ممكن يتم الدفع بيهم من بدايه اللقاء سواء اذا كنت كسبان او حتى اذا كنت خسران. وجود بدائل كتير على دكه البدلاء، وجود لعيبه عناصر اساسيه تبقى موجوده في الملعب بتدي المدير الفني اريحيه بشكل كبير انه يقدر يعمل تشكيل جيد، يقدر يعمل تغييرات جيده، يقدر يحضر لسيناريو المباراه بشكل جيد جدا. يعني النهارده لا قدر الله مثلا لو جه فيك جول في بدايه الماتش هتشتغل ازاي المدير الفني؟ لو ما عندكش البدائل اللي تقدر تقويك من بره وتغير لك او تتناسب مع التغيير اللي هتعمله كفكريا داخل الملعب، اعتقد الامور بتبقى صعبه على المدير الفني. فعوده المصابين ليها طبعا اكيد يعني مردود ايجابي جدا جدا، واعتقد ان فايلر خلاص هيبتدي يفكر في افريقيا بس. يعني الدوري العام محسوم بشكل كبير بالنسبه للنادي الاهلي برضه. انا خلاص ما لهاش حل تاني يا كابتن، ليها حل تاني اعتقد خلاص. يعني الكوره فيها كل حاجه كمدير فني. بص كمدير فني هنا بيتكلم الكابتن يوسف كمدير فني، ما انا بقول لك اهو يعني كمديرين فنيين يقولوا اوكي لا ما اتحسمش لسه، لكن احنا كناس كابتن اسامه معترض اهو. لا اتحسم يا كابتن؟ طبعا اتحسم خلاص، يبقى 2-1. اثنين على اثنين. لا انا بشوف انه اتحسن بشكل كبير. بالمستوى ده يا كابتن اسلام، بص خلينا بنتكلم بمنطق، يعني بالمستوى اللي الاهلي بيأدي بيه ده. طمنت عليك يا بلال. كمدير فني نظر. لا انا بتكلم بالمستوى بتاع الاهلي يا كابتن، مش لا والله يعني. لا اصل هو انا هقول لك على حاجه، طالما فرق النقاط ما غطاش فرق الماتشات ما غطاش. بس كان على الورق يا كابتن يوسف. لا ده واقع، ده واقع على الورق يا كابتن يوسف، واقع بالاداء اللي انت فاكر الموسم اللي مارتن يول طلع تصريح كده مره قاله، قال اللي هو موضوع مخدد. انا كنت شغال معاه. انا كنت شغال معاه. طب النادي الاهلي خسر بعديها كام بونت؟ خسرنا من المصري كتير. تقريبا 8 نقاط او 7 نقاط، 3-3 و1. لا انا ماشي بس دي لا بص يا كابتن، انا اللي بقول مش المدير الفني اللي بيقول. انا من بره اللي بقول. مش هنعرف نشغله كده مدير فني يا كابتن. لا بص انا من بره اللي بقول، فاهم قصدي؟ انا من بره بقول. طبعا انت الاداء، الامكانيات، القدرات، المنافس بتاعك، تمام، دي كلها انت حاجات بتحسبها وبتقيم بناء عليها. انت احنا ما بنقولش كده ان مثلا فرق 13 نقطه فبالتالي مبروك للنادي الاهلي والمنافس ماشي بشكل كويس. لا انت في اوقات بتقدر يعني تقول انا رايح لبطوله الدوري العام او مش رايح لبطوله الدوري العام. بالامكانيات والقدرات اللي موجوده عندك وبدون اللعيبه المصابين اللي مش موجوده وبتكسب بالاداء الرائع ده بالشكل ده وبالشكل ده، اعتقد يبقى ان شاء الله البطوله رايحه للنادي الاهلي باذن الله. تمام. كلمات اخيره يا كابتن اسامه، كابتن يوسف، كابتن بلال، بعد فوز النادي الاهلي ووصوله الى الدور قبل النهائي. مبروك طبعا للتاني لجماهير النادي الاهلي، لمجلس ادارته، للعيبه، للجهاز، لكل الناس عملوا جهد كبير جدا. وتحيه خاصه، انا طبعا كل الناس انا بشكرهم اللعيبه كلها، بس تحيه خاصه جدا للشناوي، لياسر ابراهيم، لان ياسر ابراهيم جه فتره بصراحه كلنا انتقدناه وكان يعني ابتدى يبعد قوي عن الفرقه، لكن بصراحه في كل المباريات الاخيره اللي لعبها المهمه كان مؤثر فيها. الهلال والاهلي في موقع، كان الهلال واقف في السودان، والزمالك صن داونز الاولاني هنا، صن داونز النهارده. لكن تحيه لكل اللعيبه اللي موجوده على الجهد المبذول، ومبروك لمستر فايلر واللعيبه. تمام كابتن يوسف. لا ببارك طبعا لجمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته ولاعبيه، الجهاز الفني، المنظومه بالكامل. خطوه مهمه جدا ورد اعتبار، وطبعا كلنا لعبنا في الاهلي وكلنا عارفين يعني احنا
النادي الاهلي زي ما قال كده اللعيبه قالوا هنفرح النهارده، لكن احنا الهدف بتاعنا كبير ان شاء الله يوم 29 نتوج بالبطوله التاسعه ان شاء الله في تاريخ النادي الاهلي. مبروك مره تانية، وكنت سعيد طبعا في استوديو جميل شرفنا دايما ومنورنا يا كابتن. باك رايت من اجمد باكات رايت وست باكات اللي لعبت في النادي الاهلي وفي منتخب مصر. كابتني بقى طبعا طبعا ده كابتننا كلنا، لعبنا الكابتن اسامه لعب احنا متوزعين على فكره انا وبلال يعني باك مهاجم ونص باكين، ممكن يلعبوا باكين ممكن باكين صح لو حبيت ان انت تلعبنا سد باكين عايز نخش نمسك نخش نمسك عايزنا نلعب طرف نلعب وراس حربه هداف وراس حربه طبعا ده احمد الجوال يعني استوديو جميل اتمنى لكل المشاهدين طبعا ساعدوا بينا ووشنا حلو على النادي الاهلي وان شاء الله كده نتوج بالبطوله الكبيره بطوله افريقيا ان شاء الله يا رب. كابتن بلال مبروك طبعا لجمهور الاهلي ومجلس ادارته واللعيبه، كل الناس كانت على قدر المسؤوليه النهارده يعني، مدير فني على قدر المسؤوليه واللعيبه على قدر المسؤوليه، وبرده هقول فرحه مؤقته للنادي الاهلي الفرحه الكبيره ان شاء الله بعد التتويج بالبطوله الافريقيه، وهو ده رد الاعتبار الحقيقي من وجهه نظر الشخصيه، مش ان احنا نكسب صن داونز يعني، احنا تاريخنا على صن داونز تاريخ كبير، احنا افضل منهم بكتير جدا في كل المراحل، احنا باستثناء المباراه اللي فاتت اللي غلبنا فيها دي المباراه اعتقد الوحيده اللي النادي الاهلي اتغلب فيها اعتقد وجهه نظري يعني. انا شايف ان الاعتبار ورد الاعتبار حقيقي فعلا ان شاء الله لما نتوج بالبطوله باذن الله تعالى ان شاء الله، سواء كان يوم 29 او 28 الف خمسة. مبروك لحضراتكم والف مبروك لجمهور النادي الاهلي هذا الفوز الرائع الحقيقه والاستراتيجيه الرائعه من مدير فني زي ما قال كباتننا الكبار وكابتن يوسف، قالوا ان هو أصبح إفريقيا يعني يا كابتن يوسف. أنا بشكرك يا كابتن أسامة، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا كابتن يوسف، شكرا جزيلا يا كابتن بلال. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل كريم سعيد وأهم الحالات الفنية من خلال وجود زميلنا كريم سعيد. برضو عايز أقول لحضراتكم أن أنا هسيب بقى شوية، هسيبكم خمس دقائق أو أكتر شوية مع المؤتمر الصحفي وماذا قال ريني فايلر بعد صعود النادي الأهلي وتعادله مع نادي صن داونز في بريتوريا وصعوده إلى الدور قبل النهائي. نطلع نشوف المؤتمر الصحفي ونرجع نستقبل زميلنا كريم سعيد. Alfonso, we helped him as in his story, but unfortunately, your football is a professional sport. He's out injured. He could have been helping us, especially in the last games when we won, when we go longer because we need the body. So we didn't have that. It's unfortunate because we only got two players. I remember about Siabi and him, but it's unfortunate. He's injured. So we couldn't do nothing. But I don't want to put that as an excuse. I look at my team as a way they gave the best. And we're playing against a very, very good team. It's a big team. It's a big team. You understand. Very good respect. And we're going to move on. اوكي يعني لكم مختصر. هو بيساله طبعا كلام فني، بيقول انتوا الماتش الاولاني كنت بتعمل كرات طويله ورا المدافعين وكنت بتعملها بشكل جيد، والماتش ده ما شفناهاش قدام التكتل الدفاعي للنادي الاهلي يعني، رحت كرات قليله. يا ترى احنا محتاجين واحد يعني تكون شخصيه عنده هويه هجوميه مختلفه عشان يقدر يستغل مساحات اللي وراه. قال له انا لعبت بنفس الطريقه بتاعت ماتش الذهاب، ما فيش اختلاف، هو الكوره معروفه والاهلي برده لعب بنفس الطريقه اللي لعب بيها في القاهره، بس هو طبعا التوفيق بيقول لك ممكن كوره زي حصل بياخد فيها ضربه جزاء في مثلا الاهلي في الماتش الذهاب، ممكن الكوره فيها متغيرات بتتحكم في شكل سير اللعب، لكن اجيب لعيب خاص هجيب لعيب مين ممكن يعمل حاجه زي كده؟ احنا لعبنا نفس الطريقه، ففي توفيق وعدم توفيق ده جزء من الكوره. والاهلي التغيير كان طفيف بس ان هو في تمركز بتاع ديانج واعتقد جايبين واحد برده بملايين دولارات اللي هو بادجي بيلعب، يمكن دي الاضافه اللي هو بداوا بيها مختلفه اللي شفناها يعني، ان دور ديانج في الملعب حسيته مختلف وبادجي بدا المباراه، وعندهم برده لعيبه احنا عارفينها كلنا عارفين بعض، عارفين في رمضان مش موجود ممكن يصنع الفارق، احنا برده كان عندنا اثنين لعيبه لو كانوا موجودين كان ممكن يخلقوا الفارق يصنعوا الفارق، وده طبيعي المفروض بتلعب باي شكل عندك باي لعيبه عندك وتنفذ، لكن لعبت بنفس طريقه القاهره بس ما فيها عدم توفيق. اوكي افتر هيم تو لاست كويشنز اوكي ذا ليديز افتر هيم ذا ليديز ساتي شيكر اند هاوس ماجازين فور بيكسل يو هاف yet to sign a further contract, it's unclear what you're going to be doing next season. But if you are still here, what do you want to see done in terms to make Mamelodi Sundowns as competitive as you think they could be? And to Coach Wyman, the
Zamalek went through yesterday, you are through today. Do you see this as a resurgence of Egyptian football within Africa? Oui, c'est toujours important hein, pour notre pays hein, qu'on a des clubs qui sont entrés avec beaucoup de, qui jouent avec beaucoup de succès. Et pour notre pays, ça c'est une grande chance hein, si on a deux équipes maintenant contre les dernières quatre équipes. Et oui, bien sûr, on a besoin aussi des compétitions et ça on a. Mais il faut faire notre boulot d'abord tout. Et d'abord tout, je suis content pour nous-mêmes qu'on a gagné ce match-là. هو السؤال بيسأله بيقول لي الزمالك كسب امبارح والنهارده الاهلي كسب ودلوقتي الفرقتين في الدور قبل النهائي يا ترى ده بيبين فيه هيمنه مصريه للفرق المصريه القادمه على الساحه الافريقيه اكتر من الاول فبيقول حاجه زي كده وبيقول حتى بيقول بلدي بيستخدم كلمه بلدي ان الفرقتين من بلدي يوصلوا الدور قبل النهائي حاجه كويسه جدا وده شيء طبعا يشرف كره القدم المصريه بس احنا قبل اي حاجه احنا عملنا شغلنا ونرجع يعني كنا منافسين جيدين وعملنا شغلنا وحققنا الفوز عشان نوصل للدور ده بس حاجه زي كده جنرال بتعكس ان الكره المصريه فيها تقدم وحاجه زي كده بتساعده بليز انجلش اوكي ذا كويشن از يو هاف اهلي اند زمالك ناو كواليفايد تو ذا كوارتر ذا سيمي فاينل is reflecting the good improvement of our Egyptian football. His answer is, of course, I'm happy to have two clubs from my country in the semi-final. We did our job, we had a good competition, and we did our job, and we qualified, and it's good for the image of the Egyptian football, of course, to have two teams in the quarterfinals. In the semi-finals. You have to understand the trends which Champions League coaches. And some of them must smell the coffee. You've got two Egyptian teams, the biggest clubs. And some of them just won the Super Cup, one Cup, Super Cup, one Egyptian Super Cup. That's added in the gym. That's ordered the both from Widat, from the team. I forgot the name of Sharpie. It's big and it's a lot of small things. Okay, they're very strong in the team. And you know how much they cost those players. So we have two Egyptian strong teams. We've got two Tunisian strong teams, 12. We've got two Moroccan teams, Raja, El Bidat, okay, Port Mazembe, the big team, people some. So it's not a bunch of guys. We are alone. We do our best, we fight, we do everything we make it proud. But we are yet to be on top there. We are not. We fight, this is the best we can. Sometimes we go through this, sometimes we want it. So it's the way it is. Look at the budgets, look at the clubs, look at the turnout. Guys, it's the best Champions League ever this group can ever fight. Who ever thought that Esperanto would be out? They're out. So we sit there, we cry and we whine and Esperanza with a big budget, they're out. They won it two or three times in a row, eh? Two times. But they're out. So it's the same. Barca, Madrid, Napoli, Liverpool, Man City, is up top eight. If anything is possible, anything can happen. We go again next year, we try. Okay? Maybe after 5 years we'll have two teams of South Africa in the same time. In this, but you've got to get rid of Mazembe. How do you get Mazembe? So we're coming slowly, okay? هو دول الصحفيين بتوعه بيقولوا المفروض نفكر بالطريقه دي في الاهلي والزمالك فرقتين كبار في الاهلي والزمالك فرقتين كبار بيحققوا نتائج كويسه بس تعالوا نبص الاستثمارات اللي بيحطوها في الكوره قد ايه عندهم لعيبه تونسيين ومغاربه وحتى ساسي بن شرقي قال مغربي لعيب كبير في بيلعب في الزمالك وقال احنا برضو عندنا لعيبه زي علي معلول لعيبه توانسه وفي في كل فرقه يعني في استثمارات فده طبيعي احنا الميزانيه بتاعتنا بعيده عنهم شويه وتعالوا نبصوا هتلاقوا في فرقتين من تونس ميزانيتهم قويه جدا اللي هو الترجي والنجم الساحلي اللي هم موجودين في الدور اللي احنا فيه ده وفرقتين من المغرب الوداد ورباط الوداد والرجاء والاهلي والزمالك
مع مازيمبي اللي هو برضو ميزانيته كبيرة وفي استثمارات، واحنا بعيد قوي عن الناس. انا اعتقد ان احنا الترجي ميزانيته 3 اضعافنا، ففي واحد صلح له قال لا ضعفين، فقال له يعني حتى او ضعفين احنا بعيد قوي. اعتقد احنا وصلنا لدور الاربعة يعني دور 8 لبطولة كبيرة جدا، تاي اقوى اديشن دي اقوى نسخة، واحد حاجة زي كده كويسة. اعتقد ممكن السنة الجاية تاني نفكر ما تيجيش نقعد نعيط ان احنا خرجنا. شفنا الترجي امبارح خرج من الزمالك خلاص بيقلبوا الصفحة بيفكروا بعد كده، احنا المفروض نفكر في المرحلة الجاية نحاول تاني النسخة الجاية ممكن يعني نوفق، وممكن في خلال ساعتين ثلاثة بالفكر الاستثماري ده ممكن لقيتين من جنوب افريقيا موجودين في الدور ده زي ما في فرقتين من مصر وفرقتين من المغرب وفرقتين من تونس. Remember earlier I said to you that 80% of that loss it was the contract that you agreed. So I have complied to 100%. I have complied to what Sundowns wanted. I have complied. So I'm with Sundowns. So you ask Sundowns. بتكلم عن عقد مش بتاعي. بتكلم عن عقد مش بتاعي. So it's Sundowns' call. So it's not mine. So there's no more what left, what left. I don't know. بتكلم على عم يا اوجي يا لي اوجي يا هو عم يا انتوا دي عارف دي نوت مي دونت بي عم ام سوتر ناو ام لايك ايفريثينج سو از اون ذا اذر سايد نوت ماس طيب هو بيتكلم بيقولوا يعني اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين. طبعا خليني ارحب بضيفي في هذه الفقره كريم سعيد، هنتكلم عن امور فنيه وايضا وجهه نظره في تصريحات المدير الفني موسيماني وريني فايلر بعد نهايه هذه المباراه وصعود النادي الاهلي الى الدور قبل النهائي. مبروك يا كريم ومشرف ومنور. مساء الخير يا كابتن اسلام، والف مليون مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. طبعا التاهل ال 16 في تاريخ النادي الاهلي يوصل لسيمي فاينل دوري الابطال، النادي الاهلي متربع تماما في المكان ده او في الرقم ده بعيد جدا بعديه الترجي وسان داونز، وصل 12 مره، لكن طبعا النادي الاهلي وصل 16 مره اكيد رقم مميز جدا جدا جدا، ويؤكد ازاي الفريق السنه دي فعلا وريني فايلر مركزين على افريقيا بشكل ممتاز جدا. طيب تصريحات بيتسو موسيماني النهارده بعد نهايه المؤتمر الصحفي، قال ان يعني حزين لان حارس الاهلي كان يهدر الوقت، حاجه غريبه جدا لكن ماشي، لكن هناك اشياء لا يمكن ان نغيرها فنحن في افريقيا. قال ايضا ريني فايلر لم يكن سعيدا بما حدث خلال المباراه. ذكي جدا بيتسو موسيماني. اكمل لك بس وخليك. الاهلي يتعاقد مع لاعبين بملايين الدولارات، وخير مثال على ذلك أليو باجي وأليو ديانج ورمضان صبحي. لقد واجهنا الأهلي اليوم بمهاجم رابيد فيينا، هو ما أصبحش مهاجم رابيد فيينا، هو أصبح مهاجم فلوس غالية. يعني كلام يعني هو ذكي بصراحة، بيبعد المسؤولية عنه يعني. والله هو بيتسو موسيماني بصراحة في الماتشين دول اتكلم أكتر من الإعلام، يعني أكتر واحد بصراحة اتكلم في الأسبوع العشرة أيام الأخيرة بصراحة كان بيتسو موسيماني، حاول إن هو يلعب نفس الجيم اللي عمله معانا السنة اللي فاتت. بس طبعا إحنا أكدنا كتير ان ماتش 5-0 كان استثناء وكانت ظروف مش طبيعيه، وكان الاستعدادات اللي قبل المباراه كانت مختلفه تماما. عشان كده النهارده شفنا اهم نقطه النهارده لعيبه النادي الاهلي. كان في ارهاق، ولكن النادي الاهلي مكمل 90 دقيقه مع سان داونز في بريتوريا، والنادي الاهلي هو اللي بيضيع فرص. هنتكلم على اخر نص ساعه، اخر ربع ساعه بالذات، اخر ربع ساعه، اخر ربع ساعه بصراحه النادي الاهلي لو كان حابب يطلع كسبان من المباراه كان يطلع كسبان بشكل سهل جدا جدا في هذا الكم من الفرص اللي اتيحت لحسين الشحات واجايه في الدقائق الاخيره، وكمان انطلاقات اليو ديانج. فرق شاسع ما بين ماتش السنه دي وماتش السنه اللي فاتت، وده يؤكد تاني الكلام اللي احنا دايما بنقوله، ماتش السنه اللي فاتت ده كان استثناء مش فني، ما كانش فيه تفوق فني خالص، ولكن كان فيه مشاكل في الاستعدادات اللي كانت عندنا. تم تدارك هذا الموسم طبعا كل حاجه، كل حاجه تم تداركها، تم تدارك موضوع الاكسجين، تم تدارك موضوع اللعب الساعه 3، تم تدارك موضوع الحراره، حتى النقطه ان فايلر ولا وفايلر كمان في حته ان هو يختار يعني اللعيبه الافارقه كلهم يبداوا المباراه، ده اكيد طبعا مش امر اعتباطي ولا حتى يعني الراجل خدها يعني بالصدفه، لا هو الراجل اختار اكتر لعيبه ممكن تصمد لاطول وقت ممكن، لان هو كان فاهم جدا 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 ان سان داونز
اكيد هيبقى الهجوم كله واللعب كله بدني، وشفنا طبعا اختلاف في الاداء ومخاطره كبيره جدا من بيتسو موسيماني النهارده في الشوط الاولاني. برده الراجل رغم ان احنا متعودين على سان داونز في التيكي تاكا، برده الراجل استمر باللونج باس، بس بصراحه هم لازم نشيب بيهم في مساله التمرير الطولي اللي هم متدربين عليها بطريقه بصراحه بيوصل الكره بسرعه، بتخلي المدافع دايما عنده مشكله اطلع قدام ولا ارجع ورا. ودي النقطه اللي احنا كنا دايما يعني احنا بنتفرج على المباراه ممكن يكون بنعيب على لعيب من الاهلي، لا اطلع قدام، لا خلي بالك لعيب في الملعب بيبقى عنده تخوف لو انا اتقدمت ازيد على اللزوم فجوه كبيره ورايا، في فجوه ورايا هيجروا، والسرعات طبعا كانت ليهم، وشفنا الكره بتاعت عمل فتحي اللي كانت فيها انذار اللعبه الاولى، هي دي كانت الخطوره عند لعيب النادي الاهلي، انا ما اقدرش اتقدم بالدفاع. ودي كانت قرار ممتاز جدا من ريني فاير اللي شاف ريني فاير في الشوط الاول يا كابتن اسلام واقف على الخط بيقول للعيبه اوعى تضغط من قدام، ارجع قفل مساحه اللعب، اهم حاجه ان احنا نضمن ان سان داونز يلعب على الكرات الطول، لان احنا بصراحه فكره اللعب على الارض فيها مشكلة كبيرة جدا جدا، خصوصا في ظل وجود النهارده سيرينو اللي كان موجود بيلعب على الطرف في ماتش الذهاب، النهارده كان محطوط في العمق. طيب خلينا بقى نتكلم فنيا شوية عن هذه المباراة ووجهة نظرك في هذه المباراة. طبعا بداية ريني فايدر راجل بيستمر طبعا في خداعنا كلنا في مسألة التشكيل، اعتقد ريني فايدر مدير فني ربما الوحيد في تاريخ النادي الاهلي اللي الجميع فشل في توقع اي تشكيل ممكن يبدا بيه. وتاني بنستمر القاعده بتاعتنا ان ريني فاير الروتيشن بتاعه مبني على المنافس مش مبني على الاجهاد، الراجل بيحط اللعيبه اللي تناسب المباراه من وجهه نظره طبعا. طبعا وبصراحه بنسبه تفوق 90% شفناها ماشيه معاه بشكل كويس جدا جدا في كل اختياراته، البدايه بطريقه 4-1-4-1 كان اختيار مميز جدا 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 بالاعتماد على جيرالدو انه يساعد احمد فتحي، واعتماد طبعا على احنا قلنا اتكلمنا كتير على اجايه في الجهه اليسرى هو افضل من يعمل الدور الدفاعي، وشفنا دور محمود متولي كليبرو متقدم، بس لحد ما كان النقطه المهمه جدا عند محمود متولي هي اللعب الكره ما تخليش اللعب على الارض الناس ترقصك بهذا الكم من الكرات اللي كانت عامله علينا خطوره، لكن جيرالدو بالارقام نجح في الشوط الاول نجاح باهر في الدور الدفاعي، نقول ان جيرالدو تمكن من افساد 4 هجمات على سان داونز، 4 كرات طوليه اتلعبوا بالظبط الطار فيها اللي عمل فيها كام تغطيه بصراحه، وكمان عنده نقطه مميزه جدا كابتن اسلام انه بيقدر يطلع الكوره برجله الشمال وهو بيلعب على اليمين، فهنا مدياله ميزه ان انا النهارده مش محتاج استنى الكوره تنزل لي، لا قبل ما تنزل يا باشا وانت بتجري من ورايا انا هطلعها لك برجلي الشمال، وبالتالي هنا نفهم ليه ريني فاير اختار جيرالدو يلعب على اليمين، وده كان اختيار جيد جدا. تاني فكره اللعب بدفاع متقدم فقط بس على منطقه الجزاء في وجهه نظري الشخصيه كان قرار سليم، لان طبيعي كان لازم نقعد فتره نستحمل الضغط بتاع سان داونز، كان في ضغط هيحصل ده طبيعي ان الفريق متاخر 2-0 بصراحه، لا فرقه عندها مهارات فرديه كويسه جدا. وخلي كابتن اسلام اقول لك رقم مهم جدا احنا الفترتين الوحيدتين في المباراه اللي عانينا فيهم اخر ربع ساعه الشوط الاول واول ربع ساعه في الشوط الثاني، وهم دول نبص على ريني فايدر كان محتاج بس ان الفريق يصمد لغايه لما يوصل للدقيقه 60 ويبدا يعمل التغييرات، وتغييرات فايدر كانت ممتازه ممتازه جدا وغير متوقعه طبعا طبعا كانت ممتازه جدا. ليه؟ لان الراجل النهارده شايف جدا ان بعد نزول لانجرمان لما موسيماني نزله في الشوط الثاني لانجرمان بيطير، موسيماني برده فضل بيلعب لبويسا 45 دقيقة هو عنده واجبات دفاعية كتير، وعشان كده ودى لشرمنتو المساك يلعب على الشمال، لكن بداية من 45 دقيقة التانية بدأ سان داونز بنزول لانجرمان يعمل ضغط جامد جدا على الجبهة اليمنى، وبصراحة النادي الأهلي الحمد لله إن في وجود لاعب اسمه أحمد فتحي. أحمد فتحي طبعا لعيب جوكر، اتفضل محمد هاني انزل تباك اليمين، فتحي رغم هذا الضغط البدني ورغم هذا المجهود بيحوله يلعب مش ايه بيلعب على الطرف بيلعب هاف ديفندر، يعني اللي هو عنده مجهود محتاج مجهود اكتر جدا. انت ممكن على الباك كابتن اسلام طبعا انت احسن من يتحدث على الحته دي، وكمان لما كنا بنستشهد بماتش اسك لو انت تفتكر طبعا ماتش كان صعب جدا ان انت تلعب احمد فتحي في مركز الهاف ديفندر بعد هذا المجهود اللي عمله في الشوط الاول كان صعب جدا، بس الحمد لله ان فتحي قدر يتحمل الضغط، ونزول محمد هاني في وجهه نظري ونزول ايمن اشرف على الجبهه اليسرى اغلقوا تماما الطرفين عند سان داونز. وخليني برضو اديك رقم مميز، سان داونز في المباراه كتوتال عمل 71 كره طوليه
71 كره طوليه، وبالتالي احنا اجبرناهم برضو ان انت ابعد انك تلعب كره على الارض معايا، حاول انت بكل ما يعني كل اسلحتك تحطها في الكره الطوليه زي ماتش الذهاب. ولكن هو ده اللي كان عايزه ريني فايلر. طبعا طبعا اللي بتسهل لي ليه. وخليني بقول لك بقى الرقم المميز للاهلي، النادي الاهلي خد من 71 كوره كام كوره طوليه افسد كام هجمه؟ 35 كوره خدها لاعيبه النادي الاهلي، وبالتالي بنتكلم في نسبه 50%. انا كده افسدت لك 50% من هجماتك، وبالتالي فضل عندي بس 50% اتعامل معاها، سواء انت هتستلم الكوره ولا هتعمل بيها. وبالتالي شفنا ان في هجمات لسان داونز كانت خطيره في الشوط الاول، ولكن ليست بنفس الكم اللي كان موجود عليه السنه اللي فاتت. وطبعا في الاعتبار ان احنا تاني بنلعب في اكسجين صعب جدا، بنلعب في رطوبه صعبه جدا. النهارده الجو كان على عكس اليومين اللي فاتوا، حر هناك بحسب التصريحات اللي جات لنا من بريتوريا، وبالتالي في بعض الظروف ممكن تبقى معاكسه ليك. ولكن الرسمه اللي رسمها ريني فايلر للمباراه في وجهه نظري كانت ممتازه ونجحت بنسبه تفوق 90%. طيب على الجانبين، انت بتقول ان هو قفل الجانبين بشكل جيد جدا طبعا، خصوصا في الشوط الثاني. نعم. ولكن ليه اختلاف ان احنا رحنا في اخر نص ساعه او في اخر ثلث ساعه؟ كان ممكن المباراه دي تخلص بعدد وافر من الاهداف لصالح النادي الاهلي. بص يا اسلام، بعد هدف علي معلول، خلينا ناخدها من الشوط الاول، بعد هدف علي معلول فرقه سان داونز ارتبكت تماما في نص الملعب، وشفنا اليو ديانج وعمرو السوليه قدروا فعلا يستحوذوا على نص الملعب، والتسديده بتاعت عمرو السوليه لو كان بس يعني نطت على الارض قبل ما اونيانجو يمسكها، يعني هو مسكها وهي في الهواء، لو كانت نطت بس نطه واحده كانت هتبقى هتغلطه، كانت هي ما في مشكله جدا عنده ان هو يقدر يتصدى. لو كل دي جت وجبنا هدفين في ظل اعتقد زمن اقل من 10 دقائق ما كناش هنشوف السيناريو. او بتاعت اليو باجي الكره اللي بتاعت السوليه اللي عملها، لا اللي كانت عملها الشوط اللي كانت في نهايه الشوط، كانت في نهايه الشوط. مظبوط. بصراحه بتكلم على التوقيت، يعني بتكلم على التوقيت. يعني بصراحه بقى سان داونز فعلا استفاد من الخطا الوحيد اللي احنا ارتكبناه بعدم التغطيه في الكره الطوليه، واحده من الكرات طبعا هم قدروا من 50% اللي احنا قلنا هم قدروا يوصلوا بيها المرمى محمد الشناوي، وجابوا الهدف بتاع سيرينو. والتوقيت بتاعه طبعا اداهم يعني دفعه ثاني ان انت لسه الماتش ما خلصش، او انت جبت الهدف في الدقيقه 27 وتقدر تكمل انك توصل للربعيه اللي كنت عايز توصل لها. ولكن انا في وجهه نظري النادي الاهلي لعب باسلوب مميز جدا في الشق الهجوم، وندي هنا مثال بسيط جدا. الهجمات المرتده اللي النادي الاهلي عملها في الشوط الاول بعد حتى التعادل بنتكلم في ثلاث هجمات، وخصوصا لما كان النادي الاهلي بيضغط اول ما لاعب سان داونز يعدي نص الملعب. دي النقطه اللي احنا كنا منتظرينها من محمود متولي، وانس ان اللاعب عدى نص الملعب كان لازم تضغط عليه عشان يقرب منه بالظبط، عشان نحس بفايده الهاف ديفندر التالت اللي احنا لعبنا بيه. وبالتالي اليو ديانج وعمرو السوليه الهجمتين اللي حصلوا للنادي الاهلي مرتدتين كانوا من الضغط واستخلاص الكره في نص الملعب بدري. طبعا الشوط الثاني بقى حصل اللي حضرتك بتتكلم عليه ده، بس من ناحيه ثانيه مش من الضغط بتاعنا، ولكن من الانهيار البدني اللي اصابه. لا، من الانهيار البدني والضغط الهجومي اللي عامله وسايب. ما هو اصل انا عشان اضغط بشكل يعني عشان اهاجم النادي الاهلي. نعم. انا لازم اسيب مساحات في ظهري. طبعا واكيد طبعا شفنا لعيبه سان داونز بصراحه بعد الدقيقه 65 في ظل التغييرات اللي عملها النادي الاهلي بدا ارقام النادي الاهلي في التمريرات الناجحه تزيد. يعني مثلا انا قلت ان أسوأ فترات الأهلي كان من الدقيقة 30 للدقيقة 45 ده من الشوط الأول، ومن الدقيقة 46 للدقيقة 60 من الشوط الثاني، من الدقيقة 61 للدقيقة 75 النادي الأهلي إجادته في التمريرات في نص الملعب ارتفعت. عملنا ما يقرب من 15 تمريرة ناجحة في نص الملعب بفضل إيه؟ قرب المسافات وكمان عدم قدرة لعيبة سان داونز في الضغط. شوف نص الملعب وكأن الشكل كان بيقول في مثلا 10 لعيبة صح هنا اهو صح و10 لعيبة هنا هو، وبالتالي اي لاعب من النادي الاهلي كان بيفتح سبرنت في نص الملعب كان بيجيد. وادي مثال بسيط، في كام كوره شفنا اليو ديانج عمل نفس الحركه كنا بنقول عليها في الدوري، خد الكوره وزقها قدامه وقدر يحط جسمه، وبالتالي كان بيروح وعنده مساحه شاسعه جدا. وهنا جه الدور بتاع حسين الشحات، وهنا يؤكد تغييره فاير ممتازه جدا في الجبهه اليمنى ان نحط حسين الشحات. مش عايزين نتكلم على الفينيشنج دلوقتي، نتكلم الاول ان حسين الشحات استلم 20 كوره في الفتره هو نزلها في نص ملعب سان داونز، ده رقم ممتاز جدا 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 للاعب بديل استمتع بشكل. لكن انا في وجهه نظري من فرجتي على حسين الشحات كنت حاسس ان هو عنده خناقه داخليه مش عارف يعمل ايه، اروح عند الكوره اضيع وقت ولا اراوغ ولا العب كوره بالعرض
وبالتالي بدا حسين الشحات هو كل همه بالظبط هو كل همه ان هو عايز يعمل الحاجه اللي تخلي الجمهور راضي عنه. فهو في بعض الاحيان عايز يضيع الوقت زي ما رنيفا قال احنا عايزين نمسك الكوره اكتر وقت ممكن ونطول زمن الهجمه لان احنا الزمن يا اخي برضه كابتن سام اقول لك رقم كان سيء لينا زمن هجمتنا من الدقيقه 30 للدقيقه 45 باستثناء الكوره بتاعه عمرو السوليه واليو باتجي كانت ثانيتين. يا نهار اسود الهجمه صعبه دي. احنا سان داونز كان بيخلص الهجمه نلعب الكوره على طول سان داونز يسترجع الكوره وياخدها ويبدا هجمه ثانيه. الشوط الثاني بدانا بنفس الريتم لغايه لما بدا الزمن يزيد الى حوالي 5 ثواني وبدانا نوصل ل 10 ثواني وال 15 ثانيه في نهايه المباراه. بس ده بسبب ايه؟ حسين شحات عملها بشكل مميز. بس حسين كان محتاج ان هو فينش الفينش والقرار. ما ينفعش اول ما توصل عند المدافع تبدا تسال نفسك يعني هراوغ هروح للكورنر هاخد فاول. ساعتها المدافع طبعا بكل تاكيد كان بيعمل ايه؟ بيضغط عليك في اللحظه اللي انت بتفكر فيها انت مش عارف تاخد قرار فبالتالي بنجح ان انا اخد الكوره واردها. بس انا شايف ان حسين الشحات بعيدا عن الفينشنج قدم بصراحه الدقايق اللي نزلها كانت دقايق مميزه لانه كان مطلوب منه حاجه واتعملت ان هو طبعًا. انا افضي نفسي واروح في الحته الفاضيه وكان بيروح في الحته الفاضيه وكان ممكن يجيب جون واثنين وثلاثه صحيح. وهو كان بس كان محتاج ان هو يبص برضه حته بصراحه التفاهم ما بينه وبين اجاييه كانت قليله لان احنا كنا شفنا اجاييه في كام فرصه قدر يسرق المدافع بيجري بيه وبعد كده بيرجع. اللحظه اللي كان بيرجع فيها نفس الكوره اللي انت كنت بتعملها مع بركات، بركات بياخد المساك ويجري بيه ويبدا المساك عنده الفكره ان انا هيخش لغايه منطقه 6 ياردات هوب بركات يرجع لورا فانت تلعب له الكوره على مشارف منطقه الجزاء هوب التسديده وان يعني فيرست تايم على طول في الجون. هي دي اللي اعتقد كان ممكن الجمهور مستنيها من حسين خصوصا ان الكوره اتكررت كذا مره. فانا بتعلم اول هجمتين مثلا انا جيت افكر فيهم ما اجتش فيهم، طيب الهجمتين اللي وراهم انا كنت ممكن افكر ابص بقى ما دام انا مش الحل الفردي او انا مش قادر ان انا اعمل الحاجه اللي انا عايزها او المراوغه اللي انا عايزها خصوصا ان شمانته بصراحه مساك طويل وصعب ان انت ترقصه بسهوله وبالتالي كان ممكن يبقى نلجا للكرات العرضيه خصوصا ان احنا كلنا كان نفسنا بصراحه نحقق فوز. الانتصار في المباراه دي كانت هتفرق معانا بصراحه نفسيا ومعنويا كتير. دور محمد الشناوي النهارده كان واضح جدا ولكن طبعا سيف يعني مسك الكره اللي في الدقيقه 5 دي او طلعها بشكل طبعا. رائع جدا ولكن انا حتى بتكلم على الكرات الطويله اللي كانت بتتلعب في ظهر المدافعين. واحده من النقط اعتقد اللي اديتني دفعه معنويه كبيره جدا كابتن اسلام التصدي بتاع الشناوي في اول 5 دقائق. تصدي اكثر من رائع من نوع من التصديات اللي بيخلي اللعيبه دايما عندها دفعه. يعني لو الحارس عمل التصدي ده انا كان بالظبط زي شفنا امبارح مثلا التصدي بتاع ابو جبل من حمدو الهوني في الشوط الثاني ده التصدي اللي خلى لعيبه نادي الزمالك تكمل لنهايه المباراه بشكل قوي جدا. تصدي بصراحه محمد الشناوي في بدايه المباراه كان اكثر من رائع وكمان ان هو طلع بجسمه وصد يعني قفل المرمى كمان بشجاعه بحته يعني كان ممكن الكوره بصراحه تيجي في وشه هو يعني فتح ايده وحط جسمه وحط صدره بطريقه بصراحه قدر يقفل الزاويه على نشامنته بشكل جيد. تقديره للكرات الطوليه والعرضيه كان مميز باستثناء بس كره واحده دي اللي اكيد طبعا احنا ما ينفعش ان احنا نطلب من اللاعب انه ياخد ضربه 90 دقيقه ولا 95 دقيقه صعب جدا صعب. انما بصراحه محمد الشناوي في كل التصديات بتاعته كان شكل رائع جدا وحتى الكوره بس النقطه اللي جت عند سيرينو لما خد الكوره وانفر او زواني مش سيرينو زواني لما خد الكوره وشاطها ما كانش قادر يكمل وهو التصدي نفسه خلاه يخلي ان هو ما يقدرش يهدد مرمى الشناوي غير من مسافه بعيده واعتقد ده برده خلى لعيبه سان داونز تخاف من الاقتراب من مرمى محمد الشناوي كتير لان هو قدر ان يثبت ان هو بيقدر يصد في المرمى بشكل جيد. اعتقد ان اكثر المستفيدين من مستوى اداء محمد الشناوي وايضا ابو جبل الحقيقه في الزمالك نادي منتخبنا الوطني الحقيقه لانه ايضا كمان الاستبارات النهارده سواء ياسر ابراهيم او رامي ربيعه وايضا من امامهم محمود متولي اللي ساعات بيلعب في هذا المكان اعتقد استفاده كبيره كريم. طبعا اكيد طبعا احنا بنتكلم عن احنا في الوقت الحالي كان يعني في بعض المشاكل او بعض الازمات عند مركز حراسه المرمى عند المنتخب اكيد بين المستوى اللي مأديه ابو جبل في ماتش امبارح والنهارده محمد الشناوي بصراحه وماتشين صعبين جدا بنتكلم على ماتشين اوي والفرقتين محتاجين ان هم يحافظوا او على الشكل الدفاعي اكتر من الشكل الهجومي اعتقد ده اكيد طبعا مكسب كبير جدا للمنتخب الوطني. طيب ايه المطلوب بقى خلال الفتره القادمه؟ طبعا اكيد احنا النادي الاهلي اتم المهمه بشكل ناجح جدا. ريني فايلر اكد بصراحه ان تركيزه وفهمه بدا يزيد
بالتعامل مع مباريات افريقيا. بنتكلم النهارده اول مره ريني فايا بيتخلى عن مركز البلاي ميكر وبيلجا للاعب خط الوسط الثالث، نفس الفكره اللي كان بيعتمد عليها مانويل جوزيه. دي تغير في الاستراتيجيه، لسه هنشوف طبعا مين المنافس ان شاء الله بتاع النادي الاهلي ما بين الوداد والنجم الساحلي، وان كان طبعا الوداد اعتقد يعني كافراد وكمهارات فرديه هو الافضل، واعتقد هيرجعوا بيه بطاقه الترشح. النادي الاهلي عنده ماتش اكيد طبعا، ماتش محلي يوم الاربعاء قدام فريق سموحه، مهم جدا النادي الاهلي يكمل الشكل بتاعه المحلي. وطبعا عندنا مساحه حلوه جدا جدا ان الماتش الذهاب قدام في السيمي فاينل هيبقى يوم 1/5، فبالتالي في مساحه لاسترجاع بعض الاوراق زي رمضان صبحي، الله يعني الله اعلم حمدي فتحي هيقدر يرجع ولا لا، بس طبعا رجوع حمدي فتحي اكيد مهم، ورمضان صبحي اعتقد يعني بنسبه كبيره ان شاء الله يلحق السيمي فاينل. كل دي اوراق اعتقد هتفيد النادي الاهلي بشكل كويس جدا في السيمي فاينل. اخيرا تغييرات في التشكيل خلال الفتره القادمه ولا برضو ننتظر المفاجآت؟ انا خلاص يعني في الحته دي مش هسال السؤال ده، محتاجين نقفلها بصراحه كابتن اسلام. ليه؟ لان خلاص ان فاينل روتيشن اساس من شغله، بس مش روتيشن اجهاد، هو ما بيشوفش مين اللعيب المجهد وبريحه. بدليل علي معلول النهارده اعتقد في ظل بعض الانباء اللي كانت بتقول ان عنده مشكله يعني طبيه في رجله، كان ممكن يفضل ان هو يبدا بايمن اشرف من البدايه، لكن بصراحه واضح جدا جدا ان هو حسب التوقيت بتاع الاجهاد، لان فعلا ايمن اشرف لما نزل في النص ساعه الاخيره نشوف التاكلينج اللي عمله على سيرينو في واحده من السبرنتات لما هو شاف ان سيرينو سبقه، شكرا انا مش هقدر اجيبك، وبالتالي خلاص مش هحاول معاك، مش هخش معاك السباق ده خالص، انا هحاول السباق السباق بدني وسباق قوه، وعمل التاكلينج وقدر يتخلص من الكوره. كل دي تبقى حسابات عند المدير الفني، وبصراحه يعني هو مش قمار، ولكن فايلر من الناس اللي ما بيختار قرار بيبقى حاسب نسبه نجاحه وبيشتغل بالنسب، واضح جدا 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 برضو الصور اللي شفناها لما كان مع رامي ربيعه وبيتكلم معاه على موضوع الشمس وموضوع ازاي النهارده نتغلب عليها عشان الكرات الطوليه، ان هو عارف ان سان داونز كل اللعب هيبقى كده هيبقى طولي، او هو عايز سان داونز يلعب بهذا الشكل، وده هيضايق المدافعين، لان انا النهارده لما هطلع ابص للكوره ممكن الشمس تبقى ضربه في عينيا فما اعرفش اخدها بشكل جيد. فبالتالي كان كل الخطه بتاعت فايلر مبنيه على نسب ومبنيه على حسابات. اخيرا كلمات اخيره لو عايز تقولها طبعا الف مليون مبروك طبعا للنادي الاهلي، واعتقد بالتاهل ده اتمحت تماما ذكرى سيئه من تاريخ النادي الاهلي الافريقي، وهي السنه اللي فاتت الحمد لله، خصوصا سان داونز ما قدرش حتى انه يكسب البطوله في نهايه المطاف. لكن اعتقد النادي الاهلي للمره الاولى من فتره نشوف شخصيه مختلفه للفريق في الماتشات الاوي، والنهارده كنا اعتقد ان الاهلي في الربع ساعه الاخيره كان هو الفريق الاقرب للانتصار. اتمنى ان شاء الله باذن الله باذن الله يبقى اول انتصار للنادي الاهلي خارجيا مع فاير في السيمي فاينل ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا، انت قلت كلمه كويسه جدا ان ما حدث خلال الموسم الماضي هو استثناء وليس طبعا القاعده طبعا، والدليل واضح امام الجميع. انا بشكرك شكرا جزيلا كريم، دايما منورنا. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل دكتور احمد ثابت واهم الارقام والاحصاءات الخاصه بهذه المباراه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت واهم الارقام للنادي الاهلي في هذه المباراه. ازيك يا دكتور ومبروك. الحمد لله، الله يبارك في حضرتك. الحمد لله رب العالمين، يعني الف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني والجهاز الاداري. التاهل لنص النهائي قدام فريق محترم جدا، فريق من يعني كان المفروض يكون نهائي مبكر، بس يعني نهائي ده نهائي مبكر للنهائي فعلا، يعني احسن فريقين حتى الان في البطوله الاهلي وصن داونز. بصراحه يمكن المباراة دي أو الفترة اللي فاتت دي كلها أكدت بصراحة أن النادي الأهلي يا كابتن إسلام منظومة متكاملة، منظومة مؤسسية ولا أروع، بدءا من أنت عندك ثلاث حاجات النهاردة هم سر الفوز. أول حاجة مجلس الإدارة بقيادة كابتن محمود الخطيب، بصراحة أن أنت تتحمل المسؤولية أن هو رغم أن الدكاترة بتحذره بأن هو دايما يسافر عشان ظهره وعشان التعب اللي عنده، رغم كده أن هو بيسافر وبنشوفه حتى قبل المباراه بيسلم على اللعيبه وبيسلم على اللعيب واحد واحد وبيفكرهم يقول لهم زي ما يكون ايه يعني عايز تشرفونا، دي حاجه مهمه جدا
يعني اللي بيعمله كابتن محمود الخطيب ان هو يسافر ويقعد كمان اسبوع، مش مسافر قبل المباراه بيوم ولا يومين، لا ده مقعد معاهم من يوم الحد. نفس الكلام ده بالظبط اللي احنا بنشوفه النهارده، يعني اللي عمله كابتن محمود الخطيب برده عمله في مباراه الهلال السوداني اللي هي كانت برده مباراه صعبه وحصل فيها ضرب وحصل فيها احداث، ورغم الظروف اللي بيمر بيها والدكاتره بتحذره دايما بعدم السفر الا انه دايما بيسافر ورا الفرقه، ودايما بصراحه يعني اداره ولا اروع من بقياده كابتن محمود الخطيب. طبعا ماكس ده يمكن دي الصور دي كانت ايام الهلال السوداني كمان، لا دلوقتي لا اللي هي الاخيره دي الأخيرة الفيديو الثاني ده كان الهلال السوداني، اللي هي الفيديو اللي قبل كده كان من النهارده فطبعا يعني بصراحه مجلس اداره محترم جدا، منظومه مؤسسيه ولا اروع. تحيه كبيره جدا لكابتن محمود الخطيب اللي دايما دايما وقت الشده بتظهر معادن الرجال وكابتن محمود الخطيب دايما بتلاقيه واقف وقت الصعاب بصراحه. الحاجه الثانيه الجهاز الفني بالكامل، بقى الجهاز الفني بالكامل سواء مدرب الحراس سواء الجهاز الاداري بقياده طبعا مدير الكوره كابتن سيد عبد الحفيظ، سواء المدرب اللي ولا اروع ريني فايلر اللي بيرد على كل المشككين ان هو مش تفوقه محلل بس، لا ده انا تفوقي كمان افريقي. النهارده بيكسب بيتعادل مع فرقه صن داونز في ملعبها وبيكسبها، بيرد على كل المشككين بصراحه بتكتك ولا اروع. مش شرط ان انت تروح صن داونز تلعب وتفتح الملعب، لا المهم ايه النتيجه، من التاريخ هيفتكر ايه؟ زي النهارده النادي الاهلي بيوصل للمره ال 16 في نص النهائي لدوري ابطال افريقيا، هو النادي الاهلي كان صاحب الرقم القياسي قبل الماتش ب 15، بعد الماتش بقى 16، وبالتالي انت التاريخ بيتذكر مين اللي صعد. دي الحاجه المهمه جدا، تكتك ولا اربع زي ولا اروع زي ما اتكلمنا قبل المباراه، قلنا ايه؟ قلنا هيلعب غير اول مره النهارده نشوف فايلر بطريقه دفاعيه، اول مره نشوفه بيلعب ب 4-3-2-1، اول مره نشوفه اللي هو بيلعب بثلاثه ارتكاز من بدايه المباراه، يقفل المساحات لان انت مش عايز تفتح المساحات قدام فريق زي صن داونز عندهم سرعات، ده كل لعبهم تمرير طولي، مش ممكن تمريرات طوليه وعرضيات واختراق من الاطراف، وبالتالي انت لازم تقفل المساحات في وسط ملعبك، تضيق المساحات. قلنا قبل المباراه ان هو بيعمل مثلثات، بدا بالثلاثه اللي هم عندهم سرعات قبل المباراه سواء جيرالدو سواء اجاي سواء بادجي، اجاي بيعرف يقف على الكوره واثنين عندهم سرعات سواء بادجي او جيرالدو، عشان ايه؟ عمليه التحول، لان دايما كره القدم بثلاث مراحل، اول حاجه مرحله الدفاع هو عملها، النهارده المرحله الثانيه مرحله التحول السريع من الدفاع للهجوم اللي هي الهجمات المرتده من خلال الثلاثه اللي اختارهم اللي هم ايه؟ عندهم السرعات سواء جيرالدو سواء اجاييه سواء بادجي، عشان كده اختار الثلاثه الافارقه دول تحديدا. المرحله اللي بعد كده مرحله بقى الهجوم، واحنا بصراحه النهارده كنا ممكن نكسب، يعني في اخر 10 دقايق كنت ممكن تكسب كمان فريق صن داونز ديت على ملعبه، فكانت بصراحه حاجه تحسب للجهاز الفني بالكامل. الرقم 3 اللعيبه، اللعيبه رجاله رجاله رجاله، وعدوا واوفوا. السنه اللي فاتت قالوا يا جماعه احنا هنوعد ان احنا هنجي لكم تاني، وفعلا هو وجالهم مباراه صن داونز واوفوا بالكلام. اذا الثلاث حاجات منظومه متكامله في النادي الاهلي، مجلس اداره ولا اروع، لاعبين ولا اروع، جهاز فني وجهاز اداري ولا اروع. لو بصينا يا كابتن اسلام على احصائيات الماتش النهارده، هو فايلر عمل ايه؟ ساب لك الاستحواذ لصن داونز، انا هقفل المساحات، هعمل مثلثات، هضيق المساحات على الاطراف. احمد فتحي بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، لعيب من ارجل اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر. النهارده الاستحواذ عند صن داونز اعلى مننا 65-35% لصن داونز، 65 لصن داونز 35 للنادي الاهلي. طيب المحاولات 15 لصن داونز 11 للنادي الاهلي. التمريرات طبعا صن داونز اكتر عشان نسبه استحواذهم اكتر. طب ايه الارقام المميزه قوي للنادي الاهلي النهارده؟ النادي الاهلي فقد الكوره اقل من صن داونز، رغم ان المباراه على ملعب صن داونز، ورغم ان صن داونز هو اللي متعود على الملعب ده، ان النادي الاهلي فقد الكوره 140 مره بس، صن داونز فقد الكوره 159 مره. ده دليل ايه؟ ده الراجل ده خنقهم، خنق الفرقه دي حتى في اخر المباراه، وصلوا لمرحله الياس في اخر نص ساعه، عمال يشوط موسيماني في الازايز تحته، عمال يشوط ياس ياس. ده تكتيك ولا اروع من ريني فايلر بصراحه، يستحق التحيه مدرب ولا اروع. يمكن فاز كمان بالتحامات، يمكن من زمان قوي ما شفتش النادي الاهلي بيكسب التحامات هوائيه بالرقم ده، 18 التحام هوائي مقابل 4 لصن داونز، 4 بس صن داونز كسبونا في التحامات، النادي الاهلي كسب 18 التحام هوائي. ايوه فرقم بياكد الروح والعزيمه اللي كانت موجوده عند اللعيبه. حتى الالتحامات الثنائيه 55 للنادي الاهلي 54 لصن داونز، فبالتالي النادي الاهلي النهارده قدم مباراه ولا اروع على مستوى الفريق. نيجي بقى لتحليل اداء اللاعبين. رجل المباراه بكل التاكيد محمد الشناوي، دايما بنقول تتويج للموسم اللي بيقدمه، وهو احسن حارس في مصر بصراحه، الحارس الكبير هو اللي بيصنع الفارق دايما لفرقته. محمد الشناوي ارقامه ايه بقى النهارده؟ عمل 6 انقاذ منهم 4 من داخل الصندوق، 4 انسايد ذا بوكس تمام،
6 انقاص في مباراه زي دي، اذا ده حارس عظيم. بعد كده التمريرات الطوليه 33 تمريره طوليه منهم 9 صح. استخدم البوكس يعني في عرضيه في كوره واحد وخرج صحيح على الكره العرضيه واحد اللي هي كان استخدم فيها البوكس. خروج خاطئ على العرضيه كان مره واحده بس. خروج صحيح من المرمى لابعاد هجمه 9. فمحمد الشناوي ده رقم مهم جدا التسعة ده، تسعة عشان يبعد يعمل الكفرج، رغم ان احنا كنا بنلعب دفاع منطقة ولكن هو دايما كان بيخرج عشان يريح دفاعاته. ده حارس عنده ثقة بسم الله ما شاء الله. والانقاذ اللي هو كان في اول المباراة ده ممكن نعتبرها واحدة من لقطات المباراة. أيوه. اللي هو في الدقيقة الاولانية الانقاذ ده معانا برضو صورته، هنلاقي ان هو تصدى الانفراد، هم ناسيمينتو اللي هو المدافع البرازيلي وحش سرق بسم الله ما شاء الله وبيحضر الهجمة حلو جدا. سرق المدافعين عندنا وراح رايح. الشناوي طبعا توقيته في الخروج ولا أروع في المباراة دي، فممكن نعتبر لقطة تصدي محمد الشناوي للانفراد واحدة من لقطات المباراة إن لم تكن لقطة المباراة. رقم 2 النهاردة الجندي المجهول عمرو السولية. عمرو السولية أرقامه في 3 حاجات فيها أكثر. أول حاجة أكثر لاعب قطع الكورة من النادي الأهلي عمرو السولية 17 مرة. أكتر لاعب استعاد السكند بول 13 مرة. خلي بالك حضرتك الأرقام دي كان دايما ديانج هو اللي بيبقى فيها أعلى. النهاردة السولية أعلى في الحتة دي. في إيه كمان؟ أكتر من فاز بالتحام أرضي عمرو السولية 8 من 15. أكتر برضو هو فاز بالتحام هوائي 2 من 2. وكان ليه دور هجومي، صنع 2 فرصة وليه محاولة. هو راح في كورة في آخر الشوط الأول مع بادجي ولعبها لبادجي. دي برضو كان لو كانت اتحسبت له أسيست كان ممكن ينافس الشناوي على رجله المباراة. لو كان برضو بالنسبة للأرقام، ولكن عمرو السولية بصراحة قدم مباراة كبيرة، دور دفاعي مهم جدا وفي نفس الوقت دور هجومي ولا أروع. أيوه. رقم 3 في اللعيبة في تحليل أداء اللعيبة ياسر إبراهيم. ياسر إبراهيم ليه أرقام مميزة قوي في الدور الدفاعي. فاز بأربع التحام هوائي من 4. يعني الأربعة اللي دخل فيهم في الكرات العالية فاز بيهم. والالتحام الأرضي الثلاثة الالتحام الأرضي من 3. إذا نسبة الفوز عند ياسر إبراهيم في الالتحامات 100%. ده لعيب راجل، لعيب عنده شخصية النادي الأهلي. ومكسب الموسم ياسر ابراهيم بصراحه، ان انت لعيب كان على الدكه تجيبه وتحطه ويبقى اساسي ويبقى واحد من افضل المدافعين. ياسر ابراهيم كمان عمل بلوك في واحده، عمل عرضيه، احنا استعرضنا ارقامه. فاز ب4 التحام هوائي من 4، فاز ب3 التحام ارضي من 3، منع تسديده ومنع عرضيه. فنسبه فوز الالتحامات بتاعت ياسر ابراهيم كانت 100%. اذا رقم مميز جدا لياسر ابراهيم. رقم 4 احمد فتحي. احمد فتحي اكتر ليه رقم مميز، يعني احنا قلنا رقم مميز للشناوي ورقم مميز للسولية ورقم مميز لياسر ابراهيم. رقم مميز لاحمد فتحي اكتر لاعب لمس الكره في الملعب في النادي الاهلي تحديدا 59 مره. ده بياكد ان اللعيبه كانت بتبظيله عشان هو الاكثر خبره، هو القائد ليدر في وسط في النادي الاهلي. حتى كمان راح فايلر موديه في ارتكاز دفاعي في التغييره رغم ان هو خلاص يعني من كتر المجهود انذار. وعنده انذار، لكن لعيب خبره، لعيب قائد. النادي الاهلي فعلا كان عنده قائد النهارده في الملعب وهو احمد فتحي. قطع الكره 15 مره برده وصنع فرصه. تمام. ده بالنسبه لاحمد فتحي. ايوه. رقم 5 اليو بادجي. تمام. الناس بتقول دور اليو بادجي ايه النهارده؟ كان رائع النهارده. كان رائع في الالتحامات الهوائيه. بالظبط. فاز اكتر لاعب فاز بالتحامات هوائيه اليو بادجي، فاز ب6 التحامات هوائيه من 8 وفاز ب4 من 8. هو لعيب هجام. بتدي له الكوره بتقدر تطلع عليه وكل الالتحامات الهوائيه بياخدها، راح على الجون محاولتين واحده منهم صح. واحده في واحده هيجي بادجي مع مباراه الدوري. خلي بال حضرتك ايه، ان انت عندك شهرين عقبال لما تيجي في شهر 5. تمام. فلما تكسب واحد زي بادجي في المباريات الجايه ويسجل وياخد الثقه هتفرق جدا. تمام. نيجي بقى لاليو ديانج. اليو ديانج ليه برده رقم مميز. فاز ب6 التحامات ارضيه من 7. ده الرقم، يبقى احنا قلنا الرقم المميز في كل واحد. اليو ديانج ليه رقم مميز جدا، فاز ب7 التحامات ارضيه من 7. رامي ربيعه ما ننساهوش، قطع الكره 16 مره، قدم برده دور مميز جدا. محمود متولي في وسط الملعب قدم مباراه جيده عشان يغلق العمق اللي احنا اتكلمنا عليه. أي. قبل المباراه التغييرات يمكن هو كان فكره ان انا جرالدو تعب واتصاب فراح منزل الشحات عشان يقفل الايه الجبهه اليمين. بعد كده برده لما دخل فتحي في وسط الملعب ونزل محمد هاني كباك رايت، احمد فتحي بدا جوكر، لعيب جوكر ولعيب بتلعبه في اي حته ولعيب قائد. شوف جون احمد فتحي بقى فكرني برضو نبقى نقول للفايلر عايزين نلعبه جون. هو يلعب في كل حته بصراحه. لعيب جامد جدا. برضو ايمن اشرف لما نزل اغلق الجبهه عشان اراحه علي معلول. فانت عندك اكتر من لاعب بيلعب في اكتر من مكان، دي ميزه جدا لاي بتديها لاي مدرب. وبرضو يحسب لريني فايلر ان هو تكتيك المباراه كله ان انت مش هتعرف تخترقني. ازاي مش هتعرف تخترقني؟ ده رمى له الاتوبيس ورا، النادي الاهلي النهارده كان رامي الاتوبيس ورا وانت مش هتعرف تخترق لا من العمق ولا من الاطراف، حتى الجون اللي جاي جه من سهوه كده بعد الهدف، ولعب زي ما قلنا قبل المباراه على ايه؟
ان انا احاول اخلص الماتش في اول 20 دقيقه اجيب جون من ضربه ثابته. احنا استعرضنا الضربه الثابته برده والجون جه من ضربه ثابته من خلال ريني فايلر. ده كان فكره تمام. ان انا عايز اسرق صن داونز بهدف اقتل الماتش من خلال ضربه ثابته او من هجمه مرتده من خلال السرعات، وفي نفس الوقت اللعيبه لازم كل واحد يلتزم بالمان بتاعه ويرجع ويعمل عمليه البلوك والمثلثات ثلاثه على الجنب ده وثلاثه على الجنب ده ومتولع على الجنب ده. اكيد يعني لو في بعض الاخطاء مثلا في التمريرات الطوليه او حاجه، ده انت بتلعب منافس محترم جدا زي صن داونز. لما يبقى في تمريره هنا او هنا او لعب او كده، انت بتلعب منافس محترم جدا. واعتقد ان كده كان نهايه مبكر ما بين النادي الاهلي وصن داونز. وباذن الله مع عوده رمضان صبحي في الشهرين الجايين، مع عوده كهربا باذن الله، ربما يرجع لنا حمدي فتحي في الفتره الجايه في الشهرين الجايين. انت هتلعب في 1/5 في شهر رمضان مع الفايز من الوداد والنجم. كل الحاجات دي هتديك طول اكتر، واعتقد ان النادي الاهلي بمشيئه الله هو المرشح الاول لللقب باذن الله. يعني يا رب ان شاء الله. اذا محمد الشناوي يستحق ان يكون بالفعل هو نجم هذا اللقاء، وبالارقام ايضا. بالارقام طبعا بالنسبه للعيبه محمد الشناوي، لكن بصراحه المنظومه كامله، سواء مجلس اداره سواء اللعيبه سواء الجهاز الفني. وبعد كل ده الحقيقه الضغط اللي اتعمل خلال الفتره الاخيره، وانا قلت لحضراتكم الكلام ده يوم الاربعاء اللي فات، قلت لكم ان بكاري جسامه هيعمل واحده من افضل المباريات اللي كان او من المفترض ان هو يعملها. الحمد لله خلال اسبوع او 10 ايام منذ الاعلان عن بكاري جسامه، والكل بيضغط في هذا الاتجاه لانه بالفعل حكم جيد، ورجع بقى لاسلوبه الطبيعي او لاسلوبه العادي اللي هو احنا محتاجين عداله تحكيميه، ووسط العداله التحكيميه الاهلي بيفوز ويصل الى الدور قبل النهائي. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا والف مبروك للنادي الاهلي، وبالتوفيق باذن الله في اللي جاي باذن الله. الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، الف مبروك لمجلس ادارته، الف مبروك لكل اللاعبين الابطال الذين يستحقون كل الثناء الحقيقه في مباراه اليوم. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، كنا قاسيين جدا على اللاعبين في الموسم الماضي في نفس هذا التوقيت مع نفس هذا الفريق، ولكن اليوم لعبوا النادي الأهلي يستحقون كل التحية وكل الثناء. كلهم رجالة، كلهم لعبوا بروح الفانيلا الحمراء. عموما تستمر أفراح قناة النادي الأهلي من خلال الأهلي الليلة. الأهلي الليلة بعد قليل هيكون مع حضراتكم محمد سعيد والنجمين الكبيرين الكابتن شريف عبد المنعم وناقدنا الرياضي الكبير الأستاذ إيهاب الخطيب، هيكونوا مع حضراتكم لاستكمال فرحة صعود النادي الأهلي إلى الدور قبل النهائي، وكواليس حصرية لما يحدث دائما في جنوب إفريقيا بعد نهاية هذا اللقاء. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وألف ألف مبروك لكل جمهور النادي الأهلي. تابعوا قناة النادي الأهلي خلال الساعتين القادمتين الأهلي الليلة. إن شاء الله هكون مع حضراتكم بكرة في تمام الساعة 10 وحلقة جديدة من ملعب الأهلي.